بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والمباراة النهائية، هذا النهائي برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد الشارقة نائب الحاكم، وبحضور راقي وبحضور جميل الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام، ولك طبعا الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وحضور رياضيين وممثلين هيئة الإعلام هنا في قناة الشارقة الرياضية، السيد راشد عبد الله العوبد مدير القناة، حضور مدراء وحضور طبعا مجلس إدارة نادي الشارقة السيد سالم بن عبيد الشابس. طبعا هذه الأسماء الجميلة الحاضرة للمباراة النهائية الثالثة، طبعا القمة الثالثة السنتين وراء بعض، هناك طبعا تألق لفرق سابقة، واليوم لكن اليوم شيء مختلف، فريقين على مستوى كبير، فريق شرطة الشارقة ومعهد الشارقة للسياقة أو الفريق الشهير باسم اي او سي اي دي. عموما شوف، نترك كل هذه الأمور ونذهب إلى القمة، إلى اللون الرصاصي واللون الأخضر. الأخضر اليوم طبعا الأسماء التي تألقت في هذه البطولة وقدمت مستويات استثنائية، لكن نبقى طبعا مع الطاقم التحكيمي عبد الله الشحي والمراقب خليفة الحمادي، حكم أول علي حسن، هذا حكم ثاني أحمد قائد، الحكم الثالث علي موسى الميقاتي، طبعا طاقم التحكيمي والحضور الكريم الراقي هنا طبعا الشيخ أحمد بن عبد الله الثاني أيضا متواجد، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة السابق، هذا الرجل وهذا الشاب الأنيق اللي حضر معنا البطولة الأولى والثانية ومتواجد أيضا في الثالثة، هذا الرياضي الأنيق طبعا إني طبعا كل هذه الحضور. لكن طبعا أيضا سعادة محمد خلف مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام، سعادة عيسى إهلال الحازمي أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، إذا الرياضيين أو رياضي إمارة الشارقة ورياضي الإمارات متواجدين في هذه القمة، والحضور المتميز لهذه الجماهير اللي بالفعل أسعدتنا طوال البطولة وأمتعتنا بتشجيعاتها طوال البطولة. لكن اللحظات وكأس البطولة، مرت الأيام ودارت الأيام ورمضان عدى والأيام الجميلة مرت، لكن إن شاء الله نتقبل طاعتكم، يتقبل الله بإذن الله طاعتكم. طبعا قلنا سعادة سالم الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة وبعض الأعضاء من مجلس إدارة نادي الشارقة، لقاء القمة لحظات وينطلق، كل الأمور تم تحضيرها لهذه المباراة، طبعا الأسماء للتواجد للفريقين الكبيرين، نتكلم عن أقوى هجوم 29 فريق المعهد وأقوى دفاع فريق الشرطة بسبعة أهداف، طبعا الشرطة مسجل 24 هدف، هداف البطولة إلى الآن من فريق المعهد عنده 11 هدف. بدأت المباراة، الآن ندخل أجواء المباراة ونسيبنا من كل الأسماء، التشكيلة الحاضرة، هذا النجم اللي بالفعل صرخ يا حلو، أسرع هدف في النهاية، لا 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 لا، مش معقول مش معقول، أسرع هدف في البطولة، لا 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 لا، شوف 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 يا هداف البطولة يسجل، هداف البطولة يسجل أسرع هدف في البطولة، شوف يا حلاوة، مش معقول مش معقول، تكلم عن أول 10 ثواني أسرع هدف في البطولة، أسرع هدف في النهائي، مش في البطولة، لا أسرع هدف في النهائي، النهائي الأول طبعا الرويال والحميدية، النهائي الثاني الإمبراطور في السنة اللي طافت قدم مستوى رائع جدا، لكن هذا النهائي الثالث، أسرع هدف في النهائي على طول الاستلام، تلس أحد الأسماء المرشحة لأن يكون
أفضل لاعب في البطولة، وهو على فكرة هداف البطولة ب 11 هدف، بهذا الهدف يصبح هداف البطولة ب 12. الله سريع المباراة، إذا 12 هدف ليفل البطولة. هذا تيلس أحد الأسماء اللي بالفعل سرقت الأضواء، رودريغيز صانع ألعاب متميز وهداف. هني الكويتي أحمد عبد الرحمن طلال للطرف إلى صانع الألعاب بن عبد الكريم، تشوف صبري كل هذه عملية تحضير، التراجع الدفاعي، صدمة الهدف الآن هي اللي ممكن ردة الفعل. إني عبد الرحمن، عبد الرحمن طلال، رودريغيز مقطوعة، حمدان الكفيري هذا المهاجم السريع اللاعب رقم 7، لاعب قوي جدا، لاعب هداف على مستوى عالي جدا عنده إني طبعا بالنسبة لتسجيله للأهداف، لكن والله ما أعطونا مجال، ما أعطونا مجال على طول، يدوب لسه حنتكلم ولقينا الجول على طول في الشبك. حلو 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 رودريغيز، هذا تيلس، ولكن قلنا رودريغيز أيضا من الأسماء اللي قد طبعا قادرة أن تعيد أو تقدم مستوى أكبر، مستوى أروع، مستوى أجمل. طبعا لما نتكلم عن يحيى يعني طبعا الكثيري، الكثيري أيضا من الهدافين، ترجع على طول شوف المتابعة، لكن خلي بالك هدف البداية هوبا على الدفاع والقفلة الدفاعية تلس. الآن فريق السياقة راح يلعب وين؟ في الخط الخلفي في الأداء الدفاعي، على أساس دائما تقولك بعد الجول أمن نفسك وبعدين افتكر أنك أنت تغطي الجول. شفت رودريغيز بالذات لما تلعب مع فريق يمتلك كل الأسماء، تكلم عن عبد الرحمن السلام، شوف الضغط القوي عن طريق طاهر لاعب فريق شباب أهلي دبي، من الأسماء القوية على مستوى الكلم على الأداء الدفاعي وكرة القدم الصالون. على طول التحضير، رودريغيز عبد الكريم السلام مع سنده، الشكل الدفاعي برابو، التقاط الكرة، أفضل فريق الشرطة قادر أنه هو يمشي الكرة بشكل سلس جدا، واحد اثنين ثلاث وابتدى يضغط. يعني على طول الله حارس المرمى يشيلها، حارس المرمى يشيلها، هذا طبعا سعود على طول يا ولد، لكن الكفيري، الكفيري عدت، عدت الكفيري. شوف دائما المباراة النهائية انت في البداية طبعا تفكر التكتيك اللي تشتغل فيه، انك انت تأمن المناطق الدفاعية، لكن هني الهجمة الغير متوقعة بهدف سريع في اولى اللحظات اعطت دفعة قوية جدا لفريق السياقة. هناك طبعا الترشيحات كلها تذهب لفريق الشرطة، لكن إلى الآن فريق السياق طبعا بأداء رائع، بأسماء ونجومة، اللي تتكلم عن لاعب متميز يعني أوليفيرا، هذا أوليفيرا الرقم 10 من نجوم البطولة، وعلى فكرة إني طبعا هذا اللاعب يلعب في دوري الإمارات، لعب مع وجوده بشكل كبير مع فريق الظفرة، يعني تتكلم عن مستوى نجوم كلهم يلعبون على مستوى دوري الامارات للاستلام. تلس شوف، شوف الضغط، شوف الضغط، لكن خلي بالك المباراه النهائيه ما راح تشوف المستوى الفني انت متوقع لي، لا 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 المستوى الفني، لانه خلي بالك شوف 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 يا ولد يا ولد، حلوه حارس المرمى، حارس المرمى، سلامات سلامات حارس المرمى، لكن التغطيه الرائعه جدا، عمل تغطية طبعا نسيتونا نتكلم عن المستوى التدريبي، عبد الرحمن او عبيد عبد الرحمن هو مدير الفريق، جابر اسد اداري الفريق، عدنان محمد حسن هو المدرب، وماركو المعالج، بينما في الطرف الثاني فيصل عبد الله هو مدير الفريق، عبد الله عامر بن حصى اداري، سالم جميل احمد مدرب، صبري اسماعيل الشرقاوي طبيب، وفادي محمد عطا هو مدلك الفريق او اخصائي العلاج الطبيعي. شوف الاستلام على طول، لكن اين الفريقين تحس ان المدربين ابتدوا يقرون كل خطوة، كل نقطة، كل ثغرة، كل شكل، كل اداء. هذه الامور طبعا يعتمد المدرب اللي هو يمتلك الملكة في عملية انك تشتغل او تعطي الثغرة اللي مشتغل فيها فريقك، بالاضافة طبعا الى المستوى الفني للاعب، المهارة، الفكر، الخبث الكروي، كل هذه الامور راح تكون متواجدة. شوف شوف طبعا بالاضافة الى ذلك
الحظ والتوفيق. الآن تغطية من طلال، برافو، هذا الكويتي، الكويتي طلال على الطرف على طول، رودريغيز هذا البرازيلي، شوف التحول السريع من الدفاع للهجوم، الاستلام على طول عن طريق عبد الرحمن طلال، التحضير لرودريغيز، هات وخذ، لكن العمق مغلق مغلق مغلق، ما في مساحات. السلام صبري صانع الالعاب المتميز، اللاعب رقم 8 في فريق المعادي الشرطه، تحضير اوليفيرا، كل الطرق مغلقه الى الان، ما فيش مجال، هوبا، لكن التغطيه الدفاعيه، ترجع الكره مره ثانيه لفريق الشرطه، قلنا بالفانيله الرصاصيه هذه، محمد عبيد النجم الاماراتي الجميل، اللاعب اللي بالفعل مع الشباب، والآن يا سلام، لكن الكرة عدت، الكرة عدت 1-0، الوقت يمر، لكن خلي بالك الأمور والأقوال أكثر جاية، لكن شوف فريق السياقة لو مشى على هذا الأساس، التغطية الدفاعية والارتداد للخلف، لا، ولو في تعادل الأمور راح تكون صعبة عليه، لأنك خلي بالك هني لما تبتدي تدافع كثر الدك في اللحام هني على طول، شوف هذا النجم المدافع القوي لعب، لكن اهني عدت خلاص، ليش نلعب من غير تركيز؟ فانت لازم تكون في هذه اللحظات بالذات في الاداء الدفاعي التركيز يكون اهني الملكه عند اللاعب، كيف انه يشتغل هوبا على طول، لكن حارس المرمى، حارس المرمى شوف يلعبها على طول، يضغط طبعا، اللعبه مثل هذه خطره جدا، لان شوف اهني جول، شوف اوليفيرا لكن مقطوعه، غلطه الحارس كانت بتكون بألف، شوف يضغط محمد عبيد، كثر الدك في اللحام، كثر الدك في اللحام، بس الاخطاء ابتدت تطلع اكثر الان، شوف اللعبه من رودريغيز حطها في القايم، لكن الارتداد الدفاعي والربكه اللي صايره في فريق، طبعا نتكلم عن فريق المعهد بالذات، في ربكه في الناحيه الدفاعيه للخلف، محمد عبيد لكن ضغط قوي جدا، ترجع مره ثانيه هني التراجع في الاداء الدفاعي، طبعا شوف تتكلم عن محمد فدك هذا المدافع القوي رقم 2، الكره وين؟ طبعا طالما ضربت في السقف تعتبر جانبيه. 1-0 1-0، تلس صاحب الهدف في اسرع هدف في المباريات النهائيه حتى الان، تقريبا تتكلم عن الثانيه 11، ترجع على طول الحكم يقول فاول، بدا يضغط فريق الشرطه، بدأ ينوع، اني طبعا محتاج التنويع انك تلعب على الاطراف، ولما تلعب على الاطراف بالعرضيات راح تكون الامور صعبه. اني الفاول صاحب يعني تصويبات على مستوى رائع جدا، نتكلم عن عبد الرحمن اني طلال، هذا الكويتي، الكويتي يكون جول وفعل ولا جول وفعل ولا جول وفعل، اوه برا برا عبد الرحمن، اذا لسه 1-0، الوقت مر 10 دقائق و37 ثانية متبقي على نهاية الشوط الأول، المباراة النهائية بطولة الشارقة الرمضانية الثالثة لكرة قدم الصالات، الشارقة تحتضن هذه البطولة وتؤكد أنها ملكة، يا سلام، البطولات الرمضانية اللي بالفعل انطلقت من هنا من إمارة الشارقة في عام 1968 هناك على صالة أو على مدرسة العروبة الثانوية بالشارقة في تلك الفترة وفي تلك الأيام، أول بطل يا ولد يا ولد يا ولد، تلس تلس، شوف اللي طبعا احتجاج من محمد عبيد على اللعبة اللي فاتت، لكن تلس قطع الكرة وعمل كرة قوية جدا فوق القائم من الجانبية، 9 دقائق، لكن الأمور محتاجة تكون أكثر هدوء يا محمد عبيد، أنت نجم مرشح أن تكون واحد من أفضل نجوم البطولة، شوف أني حس طاهر، طاهر عرضية للخلف إلى الراية، أني طبعا أوليفيرا، أوليفيرا يا ولد، يا سلام يا سلام، يغطي بشكل حلو، يغطي بشكل حلو للخلف، الاستلام طاهر، هات وخذ، لكن التغطية الدفاعية حلوة، ترجع مرة ثانية اني فريق معهد السياقة، الكويتي عملية التحضير يبوئ، لكن الاستلام شوف يسلم ويستلم على طول، ما فيش كلام، لكن هنا النهاية السعيدة
والنهاية السعيدة طبعا معروفة بالقوال، لكن إلى الآن الطرق رغم الأخطاء في الأداء الدفاعي بالنفس الفريق السياقة، لكن إلى الآن ماشي الأمور معه بشكل جيد. متقدم 1-0 كرة، لكن تأخير في اللعبة، تأخير في اللعبة. خلاص أكثر من 5 ثواني، أكثر من 5 ثواني. يقول طبعا علي أو خلفان خليفة الحمادي يقول له 5 ثواني. طبعا إذا تمت الكرة في يديه 5 ثواني، بال القدم 6، إيه هاي له 5. عموما تأخير في اللعبة، اللي طبعا جانب من الحضور المتابعين المتمنين. شوف سعادة محمد بن هندي الرياضي الجميل، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، بطل الإمارات في المسافات الطويلة، الرياضي المحنك، الرياضي صاحب الفكر التكتيكي العالي، والرجل الإداري الرائع جدا. شوف 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 إيدي على طول، يا ولد الله كثر الدك في الجلحام. ولد عبيد سجل، ولد عبيد سجل، الله عليك يا محمد يا عبيد، ولد 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 ولد. شوف 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 اللعبة اللي فاتت، شوف اوب 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 اوب، لعيب لعيب يا ولد، لعيب ما فيش كلام. التعادل 1-1 1-1، نهائي قمة، نهائي إبداع، نهائي إمتاع. التعادل بين الكبيرين، افتتحوا في أول 11 ثانية ورد محمد عبيد في آخر 8 دقائق ونص. شوف الفاول أوليفيرا على طول، شوف التحضير، إني قلت لك التراجع الدفاعي القوي أو التراجع الدفاعي الكبير اللي عمله فريق معهد السياقة أدى إلى في بعض الأخطاء وكثرة الأخطاء، ومن ضمن الأخطاء الخطأ اللي ارتكب حارس المرمى في التأخير ب5 ثواني، استطاع فيه محمد عبيد أن يعادل النتيجة لتصبح النتيجة الآن 1-1. يا سلام يا سلام، المشجعين عيال الشرطة، عيال الشرطة جايبينهم طبعا الشكر والتقدير إلى سعادة قائد شرطة الشارقة. سعادة حلوة حلوة اللعبة اللي فاتت، اللواء السيف الزري ترجع على طول، عبد الرحمن على الطرف على طول، رودريغيز صنع لعب متميز. شوف يا ولد هرب، هرب من الرقابة عبد الرحمن، هذا الكويتي الخطير ووقت مستقطع، كويتي كويتي، واذا ذكر الكويتي اقول لك في الهربة اللي عملتها هذه ذكرتني فاروق ابراهيم رحمة الله عليه، نجم الكرة الكويتية في العصر الذهبي. لكن نشوف الوقت المستقطع ونرجع لكم. سيداتي والسادة، ولا زلنا في الشوط الأول من المباراة النهائية، التعادل 1-1. افتتح تلس في أول 11 ثانية من بداية المباراة، وعادل محمد عبيد قبل نهاية الشوط ب8 دقائق و25 ثانية بلعبة في منتهى الروعة. لكن الأداء إلى الآن، الفكر التكتيكي اللي اشتغل فيه فريق الشارقة عدنان محمد المدير الفني، المدير الفني، شوف طاهر الاستلام على طول، تلس تحطين اللعبة اللعبة، شو قال الحكم، شو قال الحكم، شو قال الحكم في اللعبة اللي فاتت، حتشوف حتشوف. 2-1 جول، 2-1 جول. شوف 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 جول، ما فيها شيء، جول
إذا 2-1. الأخطاء في هذه المنطقة اتزادت وكثرت وابتدت تظهر للعيان بالنسبة لفريق شرطة الشارقة. العمق الدفاعي في خلل. وخلل كبير. فلذلك هدفين بنفس الطريقة بنفس الشكل كربون، واحد في 11 ثانية والثاني قبل نهاية الشوط بخمس دقائق وخمسة وثلاثين ثانية. 2-1 يتقدم مع عدد السياقة. على طول رودريغيز عبد الرحمن طلال ترجع صانع الألعاب المتميز صبري جميل في العمق. الله الله الله، برافو حارس المرمى، برافو حارس المرمى. اللعبة اللي فاتت حسن علي يا ولد. يرجع مرة ثانية للسلام. شوف 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 الضغط القوي رودريغيز وإنك طبعا أوليفيرا، الاثنين بين مباراة جانبية على مستوى عالي. البرازيليين الاثنين، الضغط من الاثنين، المهارة من الاثنين، الفكر التكتيكي من الاثنين، صناع لعب على مستوى عالي بالنسبة للاثنين. ترجع هذا هو، شوف التمويه، يحاول يفتح ثغرة، الآن غير الفكر. لما كانوا متقدمين في المرة اللي فاتت تراجعوا للدفاع، شوف الاستلام، لكن إلي تلس صاحب الهدف الأول. تلس للخلف على الخط، خذها لك الكرة، طالت يا طاهر، الكرة طالت يا طاهر، جانبي لصالح فريق المعهد أو معهد السياقة أو سي دي آي، أتسمي اللي تسميه سي دي آي تقول عن المعهد، لكن إني طبعا الاثنين ينتموا إلى مؤسسة واحدة هم شرطة الشارقة. شكرا. والفريقين باسم الإمارة الباسمة، فلذلك نهاية على مستوى عالي. الشارقة وفريق المعهد من الشارقة اللي على طول أوليفيرا، هوبا يا حلاوتك، مش معقول. لا 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 لا، لاعب مش عادي، لاعب مش عادي ابدا. لا يا اوليفيرا، لا لا ملك شحا. شوف 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 شوف، واحد يا عيني، اثنين الله، الثالث الله اكبر، الرابع في الجول. لا مش معقول، الاخضر ابداع، الاخضر امتاع، الاخضر اوليفيرا بالفعل نجم يمتع المتابعين المحبين. 3-1 إلى الآن الفريق المرشح، الفريق اللي يمتلك أقوى خط دفاع يرتكب أخطاء مش معقولة في الأداء الدفاعي. 3 أهداف. شوف إن محمد عبيد على طول، عبد الرحمن طلال، الأخطاء الدفاعية رغم اللعبة اللي فاتت كان فيها المهارة الفردية العالية جدا، أخذ يمين وودى شمال ولعب يمين وعمل العرضية والكرة في الجول، لكن الأداء عالي، الأداء ممتع. حارس المرمى يسيبها من جابر أو من حسن إلى جابر، يلعب على طول الطويل، أو على طول. شوف هني بدأت الآن الثقة في النفس تكون أكثر. 3 أهداف، متقدم على فريق كبير، على الفريق المرشح، على الفريق الذي يمتلك أقوى خط دفاع في البطولة. مسجل في خلال البطولة انت تتكلم عن تقريبا 26 هدف، في المقابل الطرف الثاني مسجل 29 لكن داخل مرمى 11 هدف. هني طبعا الاداء الدفاعي، شوف 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 شوف، لا 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 لا، مش معقول اللعبه اللي فاتت يا كابتن، مش معقول يا فدك، لعبه مثل هذه كاس البطوله ممكن تكون قريب منك، ضيع فرصة مثل هذه ممكن 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 ممكن. شوف شوف، إذا وقت مستقطع ثاني أحبتي مشاهدينا، لقاء القمة، لقاء السحاب، لقاء الأحباب، لقاء النجوم. إلى الآن 3-1، فريق المعهد يتقدم بنتيجة يمكن أسكتت متابعين فريق شرطة الشارقة، لأن هناك طبعا كان بعظمهم ياي حاط كأس البطولة في الجيب الفوقاني، هالجيب الفوقاني كان كأس البطولة، لكن الأداء الخيالي اللي قدمه إلى الآن فريق المعهد يتقدم 3-1. نشوف شو يقول المدرب ونرجع لكم.
إذا المايسترو أوليفيرو يمتع، المايسترو أوليفيرو يبدع، المايسترو أوليفيرو يقدم مستوى استثنائي كصانع ألعاب متميز. ظاهر هو كلمة السر بالنسبة لفريق المعهد بالذات في توغل في العمق الدفاعي، واللعبات اللي عملها بشكل عرض وبشكل جميل جدا، سجل منها هدفين، ردة الفعل الرائعة، الشكل التكتيكي، هناك فكر يقدمه مدرب الفريق. نتكلم عن مدرب الفريق هو طبعا سالم جميل، وعلى فكرة سالم جميل اخواني يلعبون في الفريق الثاني، هو المدرب قال لا خلاص تصريحاته، قال لا شوف اللعبة اللي فاتت خارج الملعب، خارج الملعب 3-1 نتيجة المباراة. ان الاستلام التحضير على طول العرضية، شوف الآن بدأ فريق المعهد يكثف في منطقة النص، دفع باللاعب رقم 8 الآن عمر عبد الله كلاعب وسط، إذا منطقة الوسط بدأ يمتلك، منطقة الوسط في أوليفيرا، في تنس، في عمر عبد الله، شوف 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 حلوة اللعبة اللي فاتت. دقيقة 43 متبقي على نهاية الشوط الأول، تلس لكن يضغط عبد الرحمن طلال، يسلم على طول، شوف بدا الان يتحرر يلعب، يا ولد يا رودريغيز، شوف بدا الان يحرر رودريغيز، خلاص بدا يلعب كلاعب حر، يتقدم للامام بشكل اكثر على اساس تقليص الفارق، لكن شوف يعني 3-2 تطلع تكتيكيا فنيا بدنيا فكريا بالنسبه لفريق الشرطه اكثر، لكن تطلع خسران 3-1 في الشوط الاول الامور راح تكون صعبه شوي. تلس شوف جانبيه، حكم اللقاء يقول جانبيه، طبعا تلس لاعب قوي جدا ولاعب متمرس على المباريات النهائيه. صبري الى عبد الكريم، هذا عبد الكريم جميل للخلف، شوف عمليه التحضير، رودريغيز، عبد الرحمن طلال، كل هذه عمليات تحضير، لكن شوف شوف التمركز في الناحيه الدفاعيه بالنسبه لفريق المعهد يا ولد، يعني لكن شوف يا عيني يا عيني على الاداء الدفاعي، تحس ان الدفاع مسكر بالقفل، غلطه الجول اللي صارت لمحمد عبيد يمكن الى الان ما راح تتكرر. شوف نلعب في اخر 29 ثانيه واحتجاج من رودريغيز على حكم اللقاء، لكن انت الان تحتاج انت تركز في المباراه، حتحتاج ما تحتاج الحكم اتخذ قراره. اني رودريغيز، صبري، استلام مع ضغط قوي جدا، يفتح زاويه لكن يمرر، ترجع مره ثانيه، شوف رجعوه الى نص ملعبه على الطرف الى عبد الكريم، جميل على كريم، كريم يلعبها، شوف اني الاستلام باناقه لكن الامور مش بالاناقه، الامور ان الكره تكون في الشبك، هوب على طول، لكن يا الله الله على الاستلام. تلس اداء دفاعي جيد، تحضير، الغلطة اللي دائما يرتكبها فريق المعهد بالذات في العمق الدفاعي، هني طبعا التأخير في عملية التحول في الناحية الدفاعية، عموما صافرة الحكم تنهي الشوط الأول 3-1. سيداتي آنساتي سادتي أحبتي ومشاهدينا، استراحة قصيرة ثم العودة للمباراة النهائية مرة أخرى. أسعد الله أوقاتكم بكل خير جمهورنا الكريم من يتواجد بداية خلف الشاشات، لكم التحية والتقدير، وكذلك من يتواجد هنا في صالة نادي الشارقة الرياضي. هنا بلا شك اليوم لوحة الختام، هذه اللوحة الجميلة والجمهور له حظ كبير، وبلا شك لابد أن الجمهور يأخذ حقه من البطولة، وراح نستمر في الجوائز. والجائزة الأولى مع الزميل خالد الحمادي، قول يا خالد وسمعني. 3-4-1
ثلاثة. إذا ثلاثة أربعة واحد ثلاثة، والجائزة عبارة عن هاتف ذكي. هاتف ذكي، الجائزة عبارة عن هاتف ذكي. شوف ثلاثة، نكرر الرقم 3 4 1 3. وين سمعني؟ وين وفي أي جهة؟ حاضر ولا ما بحاضر؟ الجائزة طبعا مقدمة من جمعية الشارقة التعاونية، عبارة عن هاتف ذكي. سمعني، موجود ولا ما موجود؟ خذ اللي بعده يا خالد، وراح نحسب آخر شيء علشان ما يلنا مرة ثانية. راح نقول الرقم آخر مرة، 3 4 1 3. تفضل تعال من هني، تعال. هذا موجود موجود، خلوه يدخل، خلوه يدخل، وتأكدوا من الرقم، وفي حال إذا كان الرقم صحيح تقول له مبروك، هاتف ذكي من جمعية الشارقة التعاونية. تأكدوا من الرقم شباب، وخلوه يجي لنا هني علشان هالجائزة. خالد، الرقم اللي بعده 3 3 1 7. 3 3 1 7. وين ترابل 3 1 7؟ وين موجود؟ موجود ولا لا؟ ترابل 3 1 7. طبعا الجائزة الأولى هناك راحت، هاتف ذكي يستاهل، يستاهل، وبلا شك شركاء والكثير من الجهات اللي تقدم لنا الجوائز، من ضمنهم طبعا مؤسسة الشارقة للإعلام اللي تقدم كاش، وكذلك هناك الشارقة التعاونية، جمعية الشارقة، ومجموعة محمد هلال، وعالم القفز، وتو إكسل، العديد من الجوائز. تأكدوا من الجائزة صحيحة أو الرقم عفوا صحيح. يلا تفضل تفضل تفضل، تعال استلم جائزتك في البداية، وبعدين روح وسجل اسمك وسجل بياناتك، ويعطيك الصحة والعافية. شو أخبارك؟ الحمد لله، الله يسلمك. بس تشوف هنا الكاميرا متردد تطلع، ما تبغى. لا، الكوبون ضاع وعقب حصلته. إذا كان ما تبغى التليفون عطني إياه. تستاهل. يلا يستاهل، اعطوه جائزته. خالد الحمادي يسلمه الجائزة، مقدمة من الشارقة التعاونية، جمعية الشارقة التعاونية. الرقم اللي بعد إخوان 3 3 1 7. موجود 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 موجود، وعطونا تذكرة سفر، يستاهل، خلي يسافر، يسيل عمره، يغير جو من طيران العربية، ومنها يعتمر ويحصل أجر. يعطيك الصحة والعافية. شو أخبارك؟ الحمد لله بخير. يوالك الصحة والعافية، وقف طال عمرك هنا، واستلم جائزتك من طيران العربية، عبارة عن تذكرة سفر، وتستاهل. خالد الحمادي تفضل طال عمرك، سلمه كذلك الجائزة. قول لي العمرة إن شاء الله. العمرة عليك الدعاء. صبر يا ريال، وين بسير؟ صبر، هيد علينا بس العمرة إن شاء الله. شوف مرزاب الرحمة، أنا طال عمرك تحت مرزاب الرحمة، تدعي لي بالرحمة وبالمغفرة والخير والبركة. أي شيء بدعي لك إن شاء الله. ولك المثل إن شاء الله. إن شاء الله. والجمهور إن شاء الله. والحاضرين كلهم. السحور عندك اليوم إن شاء الله. حاضر. زاك الله خير، زاك الله خير، زاك الله خير. اللي بعده اللي بعده اللي بعده. 3 2 1 9. إذا 3 2 1 9. 3 2 1 9. آخر جائزة الآن، وراح نضاعف الجوائز في الختام. موجود؟ موجود؟ يا سلام سلم، يا سلام سلم، هذا عندي جمهور. شو نعطيه؟ تذكرة ولا موبايل؟ قولوا واللي بنخليه يختار اللي يبا. ما شاء الله، دام هذا جمهوره بنعطيه اللي يبا. حيوه حيوه، يستاهل 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 يا ريال. انت لو جاي بقول ما بيصفقوا لك هالكذا. يعطيك الصحه والعافيه. الله يعافيك حبيبي. كيف الحال طال عمرك؟ تذكره ولا موبايل؟ عايز ايه؟ موبايل. موبايل يستاهل، يبوا له موبايل، يستاهل يستاهل يستاهل. تفضل تفضل هري، وبتاخذ طال عمرك كذلك جائزتك، مقدمه من جمعيه الشارقه التعاونيه. جمهورنا العزيز لا تروحون بعيد، خلكم موجودين، الكاش موجود والجوائز موجوده، ويستاهلون. طبعا انا احيي الاخوه المتواجدين هناك من دوله الكويت الشقيقه، وجايين خصوصا للبطوله، وعلى عيننا وراسنا يا اهل الصباح، وكلكم على العين والراس. اسمع احلى تحيه لاهل الكويت، حيوهم حيوهم، ولكل من يتواجد طبعا، لان الاخوه يتواجدون. اخواني الكرام، المباراه على اشدها، وطبعا راح نخليكم مع المباراه، وبنعود لكم في الختام مع التتويج، مع الجوائز، مع المتعه، مع الاثاره. الى الملتقى.
إذا نعود أيها السيدات والسادة أحبتي مشاهدينا، الشوط الأول تركناه 3-1 لصالح فريق معهد الصياغة على فريق شرطة الشارجة، لكن الشوط الثاني عاد الأمور ممكن تختلف. هدفين عبد الكريم أو طاهر حسن، هدفين وتلس هدف، بينما محمد عميد سجل هدف فريق الشرطة. لكن شوف الاستلام اللي طبعا مقطوعة من نص الملعب، هذا الكويتي، صاروخ صاروخ من الكويتي، لكن عدد فوق القايم 3-1. الآن أمام فريق شرطة الشارجة العودة بالتركيز، العودة بتنوع الأداء في الناحية الهجومية. هذا إذا ما بغى يرجع، لأنك تلعب مع فريق يمتلك الفكر التكتيكي على طول. يا عيني يا عيني عبد الكريم، عبد الكريم لم مع لفه أبوه في العميد، وهو الآن مع فريق الشرطة الاستلام. هذا هداف اليوم، هذا عريس اليوم، هذا النجم اليوم طاهر حسن، هدفين في هذه الأمسية. على طول عبد الرحمن، عبد الرحمن طلال، شوف عملية التحضير محمد عبيد، هات وخذ على طول. اهني طبعا التحضير مع رودريغيز، رودريغيز في العمق، محمد عبيد احد نجوم البطولة، يضغط طاهر، فاول. الكرات الثابتة هي يمكن مفتاح اللعب بالنسبة لفريق الشرطة، بالذات اعتمادهم على الكرات الثابتة، سجلوا هدف من كرة ثابتة. طبعا الفاول اللي سجل محمد عبيد، رودريزك او رودريغيز كاسافير، اني طبعا حايط من لاعبين، التمركز في الناحية الدفاعية. شوف هدف في هذه اللحظات في البداية ممكن يغير مجرى المباراة. يا رودريغيز الكويتي ما حطها، تلس يحضن على طول، أوليفيرا كنجم على طول، هو يا عيني يا عيني يا عيني، الله يا عيني، يا سلام. بدأ فريق الشرطة الآن يضغط، بدأ يضغط، كورتين راحوا من بداية المباراة، اللعبة القوية اللي حاطها طبعا أوليفيرا، ثم شوطة محمد عبيد، حارس المرمى انصاب، لكن الضغط القوي. شوف 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 شوف، هذه لعبة طبعا النجم المتألق، لكن دخل معاه طاهر بأداء دفاعي بطولي. يا سلام يا سلام على أحلى كلام. شوف طاهر، شوف طاهر حسن، سلامات حارس المرمى حسن علي. طبعا ما في إلا الخير، لأنك الآن تتكلم عن حارس طبعا، لأن الضغط القوي، إني خبرة اللاعب كيف تكون، الضغط القوي اللي عمله في شرطة الشارجة في اللحظات اللي فاتت. حارس المرمى طبعا بدل ما يطلب مدربه وقت مستقطع، لا هو طبعا الاصابه اللي فاتت يريح شوي في نفس الشيء، يمتص الحماس القوي اللي داخل في فريق شرطه الشارجه. فلذلك اهني الفكر، اهني التكتيك، اهني الخبره للاعب كيف ان ممكن يدير مباراه وقمه بهذا الحجم. اذا المباراه النهائيه، الحضور الجماهيري، الاسماء الراقيه المتواجده هنا في هذه الصاله، نجوم على مستوى كبير. انك طبعا نتكلم عن النجم الكبير جاسم الدوخي، لاعب منتخب الامارات العربيه المتحده وهداف دوري الامارات في 95 96، لاعب الشعب والشعب السابق. الان فريقين، الان فريقين اصبحوا نادي واحد، الغريمين اصبحوا حبيبين على طول. هوبا يا محمد يا عبيد، يا محمد يا عبيد، صاحب الهدف الوحيد بالنسبه لفريق شرطه الشارقه، 3-1 3-1. اني طبعا كاس البطوله دائما تقول ان كاس البطوله وين راح يروح، لكن هني طبعا نتكلم عن منطقتين، يا اما يكون في ميسلون هناك في عند قياده شرطه الشارجه، او يكون في وسط وحارس المرمى جابر يتفرج. الكره جنب القايم طلال، طلال، لكن هني الضغط على طول، بدل الان يغيرون الشكل التكتيكي، هو الضغط على صانع الالعاب المتميز أوليفيرا لاستلام حارس المرمى. شوف طبعا فريق المعهد يبغي يلعب اللي هو اللعب السلبي، الكرات اللي تتمشى تضيع فيها الوقت، استلام يا ولد يا ولد على الكعب عبد الكريم، لكن هناك طبعا كان مفروض طلال يطلع له، كان مفروض طلال يطلع له الحضور الكريم، الرعايه الكريمه الشيخ سلطان بن احمد القاسمي،
رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام، الأسماء الجميلة المتواجدة في هذه الصالة، الأمسية الرمضانية. يا سلام على الاستلام محمد عبيد، لكن الأداء الدفاعي، شوف التمركز حارس المرمى، حارس المرمى حسن علي، يا حسن يا علي، ترجع مرة ثانية، رودريغيز في العمق، كريم استلام، ضلال محمد عبيد، محمد عبيد قلش في اللعب اللي فات، محمد عبيد قلش في اللعبة اللي فاتت، وين الكرة؟ ترجع الاستلام على طول، أوليفيرا يا ولد يا ولد، على التمويل، خفيف 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 العصفور، خفيف اللي طبعا أوليفيرا، شوف الاستلام مع التحضير، عنده ثقة في نفسه غير عادي، هذا النجم يلعبها في العمق الدفاعي، الله 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 الله، على الكعب الجميل يا طاهر، على الكعب الراقي يا طاهر، على اللعب الجميل، هدفين في هذه الأمسية. نرجع مرة ثانية في العمق، عبد الرحمن طلال على الطرف، سلام حلوة من اللعبة اللي فاتت، لكن التغطية الدفاعية، التمركز الدفاعي جيد لفريق المعهد، بالذات في الناحية اللي كان مشكلتهم في بعض الأحيان، في بعض الأحيان إنك تحس في ربكة في الأداء الدفاعي. عموما جانبي أو حكم اللقاء يحتسبها ركنية. شوف عبد الرحمن طلال للخلف على طول، عبد الكريم ترجع مرة ثانية، محمد عبيد يلعبها بأناقة، رودريغيز طاهر يطلع برا على اللعبة، شوف 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 الضغط، الضغط القوي، ترجع مرة ثانية لعملية التحضير مع الاستلام، التمويه مع التمركز في الناحية الدفاعية، شوف شوف يا ولد، الله هوبا يا بيبي، ما في شيء، الحكم يقول ما في شيء، يضغط عليه محمد عبيد، سلامات، يضغط محمد عبيد، وأول إنذار على محمد عبيد، عنده هدف وعنده إنذار، شوف لأن الأداء الدفاعي اللي اشتغل فيه، شوف اللعبة اللي فاتت، هني الآن يعتمد على الخبرة، يعتمد إنك أنت كيف إنك تدير المباراة، إنك كيف ترجع المباراة، الله عليك يا محمد يا عبيد، قبلة جميلة من نجم جميل، شوف اللعبة اللي فاتت، هني عملية التغطية والضغط الدفاعي، لكن كل هذه الأمور الآن تتكلم عن مباراة نهائية، تتكلم عن لعيبة عندهم الفكر، عندهم كيف يشتغل أو يقود فريقه لمباراة نهائية متقدم بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. دكة البدلاء راح تكون لها دور كبير. الآن الكثيري يستهز، يجهز الكثيري لحارس المرمى، حسن علي يلعبها بثقة، يا عيني على أوليفيرا، ياخذها بروعة، حلوة التمرير، تلس صاحب أول هدف، شوف يا سلام يا سلام، لكن تتكلم عن لعيبة فريق معهد السياقم، الثقة بالذات في الأداء الدفاعي، لكن في بعض الأحيان هناك ربكة قليلة، شوف الاستلام، حمد عبيد المايسترو على طول في نص الملعب، رودريغيز على الطرف إلى صبري، إني طلال، لكن تحس إن فريق المعهد قاري كل أوراق التكتيكية اللي اشتغل فيها فريق شرطة الشارقة، سواء طلال أو حتى هناك في رودريغيز أو حتى صبري صانع الألعاب، شوف الاستلام جابر في نص الملعب بثقة، يضغط الكثيري، الكثيري الكثيري الكثيري، لكن الكرة وين؟ وين يا الكثيري؟ هذا الكثيري واحد من الأسماء الرائعة طبعا، لاعب فريق الظفرة، يلعب مع الظفرة بطل الموسم اللي فات، اللي قبله طبعا، اللي قبله الموسم اللي فات كان النصر هو المسيطر، حسن علي يلعبها طويله، طلال استلام، محمد عبيد على الطرف، صبري بشكل حلو يحضر، لكن اللعب التمركز الدفاعي الجميل، الارتداد، لكن خطوه خطوه في نص ملعبه، دفاع متقدم، الكثير يقطعها، تلس باناقه، تلس يعدي، تلس والجول، تلس خلصها، لكن المتابعه، شوف ترجع لفيرا، أوليفيرا أوليفيرا، شوف ما سجل اليوم لكن هو نجم اللقاء، ما فيش كلام ما فيش كلام، على الطرف تلس يسلمها أوليفيرا، يعدي بمهارة، شوف يضغط عليه صبري، لكن لكن على فكرة، شوف الانذار، انذار ثاني يعني كارت أحمر، انذار ثاني يعني كارت أحمر، شوف شوف إذا انذار ثاني كارت أحمر، إني يذكر محمد عبيد، محمد عبيد هدي،
يا ولد عبيد هدي يا نجم هدي. تشوف شو يقول طبعا التشاور هني جابر. اذا كان كرت ثاني اعتقد ان كرت احمر تقريبا. حنشوف المشاوره بين الاثنين طبعا بين عبد الله خليف الحمادي وعلي حسن كريم. اختلفوا الحكمين ولا انا اشوف الحكمين اختلفوا عاد الامور اللعيبه ما في الحكمين اختلفوا. لا معقول معقول معقول. شوف تلس. اذا اللي خد الانذار تلس. اللي خد الانذار تلس. شوف اللي يقول لي مرتين محمد عبيد الحكم. لا نبغي يعني نبغي شوي نهدي نهدي. شوف نشوف اللعب نشوف اللعب نشوف اللعب نشوف اللعب. لا والله يعني لا لا نشوف اللعب. محمد عبيد ومحمد عبيد يعني اذا كان بهذا الشكل بهذا الشكل مخرجنا والله. والتصادم يعتبر عادي يعني اللي شايف التصادم عادي يعني ما في لاعب قاصد. فلذلك اللي طبعا اللي خذ الموضوع تلس. اللي خذ الانذار تلس. عموما شوف الامور عدت لكن اني طبعا الحكمين تشاوروا لكن بشكل طبعا القرار صحيح. القرار صحيح في اللعبه اللي فاتت اني صبري رودريغيز. التحضير من الكويتي الراي عبد الرحمن طلال. كل هذه عمليه تحضير الاستلام. شوف يعمل التمركز الله على اوليفيرا. عامل مباراة رائعة بالفعل. هو يمكن ما سجل في هذه المباراة لكن هو بالفعل نجمها ما فيش كلام. استلام حلو الكويتي يحضر يعني التمركز حلو لكن الدفاع تلس. هادي 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 كأنه يقول لك كأنه مولك كأنه مولك على طول. هادي هذا تلس هداف البطولة إلى الآن ب 12 هدف جانبية. عبد الرحمن طلال يعني مرة ثانية. رودريغيز التحضير على الطرف كريم يعدي برافو. الاستلام الوقت يمر لكن النتيجة إلى الآن بالنسبة للمعهد ياخذ على طول. التمركز الدفاعي عندهم جيد. قلت لك رغم الأخطاء في بعض الأحيان الربكة تكون لكن التمركز الدفاعي الله يطالب برمية جزائية يطالب برمية جزائية لك. الحكم اللقاء يقول ما فيها شيء. حكم اللقاء يقول ما فيها شيء. رودريغيز شوف الآن الارتداد في المنطقة الدفاعية هذه اللعبة اللي فاتت. شوف 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 هلا ما فيها شيء ما فيها شيء ما فيها شيء. إلى الآن طبعا القرارات التحكيمية لا الأمور ماشية بشكل حلو ما فيها شيء. نرجع السلام حلو حلو لكثيري. إذا وجود الكثيري لاعب سريع لاعب يمتلك الأداء الدفاعي القوي لاعب عنده الفكر. شوف المتابعة الله الله يا كريم. إذا عبد الكريم مع رودريغيز مع صبري بالإضافة إلى طلال بالذات عملية التحضير في الناحية الهجومية. الاعتماد على الكل في الكل. تلس طاهر أوليفيرا. شوف أوليفيرا يعدي نص ملعبه لكن يا ولد يا ولد يا ولد الله 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 على الثقة الله على التسليم. طاهر خبرة في عمق الملعب. الاسلام مع الضغط القوي جدا من عبد الكريم. ارتداد الدفاعي جيد لكن العملية محتاجة انك تكون الفاعلية الهجومية الان مش موجودة. استلام عبد الرحمن طلال. عبد الرحمن اني على طول رودريغيز لكن اني في الطريق تلمس المدافع وتطلع كرة جانبية جانبية. فريق المعهد حلوة الاستلام لكن التمركز الدفاعي في منتهى الروعة. صبري لكن مقطوع أوليفيرا. مرتدة سريعة مرتدة سريعة الاستلام هوبا. حلوة 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 يا طاهر حلوة يا طاهر. وقت مستقطع أحبتي مشاهدين يطلب فريق المعهد لأن خلي بالك الآن هني التحول السريع في الأداء الهجومي لكن في شوية ربكة في الأداء الهجومي بالنسبة لفريق الشرطة. فريق المعهد التمركز الدفاعي عنده جيد بس نشوف شو يقول كل مدرب ونرجع لكم.
ينجح إلى الآن والجميل أحمد ولد النجم النصراوي الكبير هذا سالم جميل وهو طبعا والد الجميل أحمد نجم النصر في فترة السبعينات على عدنان الهداف الرائع الهداف الشعباوي في فترة من الفترات هذا النجم قلت كان يتطلع إليه يكون خليفة لعدنان الطلياني لكن الإصابة حرمت هذا النجم من أن يكون له اسم أكبر لكن اتجه الآن إلى التدريب وإن شاء الله نتمنى له التوفيق لكن فريق المعهد قلب كل الموازين هو طبعا كان فريق مرشح للبطولة لكن فريق الشرطة عطفا على أدائه في طول المباريات كانت كل الأمور وكل الترشيحات تتوجه لهذا الفريق لكن طبعا خلاص شوف رجع المرة الثانية إذا رجع لحقين فاول شوف حكم اللقاء رفع ايده صبري يلحق الكرة أوليفيرا مركز الخطورة خلي بالك المكان اللي كل متواجد فيه هذا رقم 10 أوليفيرا تكون الخطورة كبيرة جدا شوف شوف ان اللعبة اللي فاتت تلس لكن القايم ترجع مرة ثانية طلال التمركز الدفاعي كل الخطوط كل الثغرات كل الأماكن أهني يقول لك كثر الدق فتش اللحام لا إلى اللحام ما نفتش إلا مرة واحدة شوف الاستلام يا عيني طلال يضغط لكفيري الله يمرر أوليفيرا كارت أحمر كارت أحمر في النهائي كارت أحمر في النهاية على جابر ومحمد عبيد عندك إنذار لا تحتاج شوف أوه باي لا 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 خذها هي على الخط ولا بعيد على الخط شوف الترقيصة شوف التعدية شوف أوه لا إيدي برا لا كف الإيد برا كف الإيد برا شوف شوف مخرجنا شوف 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 هي لمست لا لا من هني ما تبان طيب من هني أوليفيرا 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 آه لا لا برع برع كف إيده برع كف إيده برع لا الحكم صح الحكم صح ما عليش جابر ما عليش جابر هي يشوف يعني أنت الآن لما تحكمها للحكم أو تحسبها للحكم تحسبها بشكل استثنائي لأن الآن إحنا عدناها ثلاث أربع خمس مرات أقول يعني متشكك عموما رمي جزائي يطرد حارس المرمى ويستبدل البديل نشوف البديل 3-1 8 دقائق 46 ثانية متبقى عن نهاية المباراة فريق المعهد فيه إبداع فريق المعهد فيه إبداع فريق المعهد يقدم واحدة من أحلى مبارياته في البطولة شوف تلس صاحب أول هدف في المباراة هوبا أوليفيرا لقلب الدفاع طلال تلس أوليفيرا طاهر على طول أوليفيرا طاهر الاثنين عاملين ثنائي على مستوى كبير أوليفيرا شوف عملية التحضير والتمركز في الناحية الدفاعية حلوة ان الاستلام بشكل جميل على الطرف حلوة طاهر ان شوف 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 يمشي الكرة يمشي الكرة واحد اثنين تلس هداف البطولة طاهر نجم اليوم على الطرف أوليفيرا المايسترو كل هذه عمليات تحضير على مستوى عالي شوف تلس لكن الحارس من مرة يشيلها ترجع على طول خذ المدافع ترجع مرة ثانية شوف لي طلال لكن الضغط القوي الضغط القوي الوقت يمر الوقت يمر والوقت يمر كالسيف السنة الثالثة البطولة الثالثة انك طبعا يا ولد على الاستلام لا طاهر اليوم طاهر اليوم يلعب بمزاج عالي بروعة عالية استلام في نص الملعب أوليفيرا على العمق حلوة تلس خلاص لا لا يا الكثيري لا لا ملكش حق لا يا الكثيري لا حاول يتدلع حاول يعني يا مثل ما نقول احنا يتفنن فيها لا في النهاية ما تبغى تتفنن ترجع على طول محمد عبيد طاهر استلام بشكل حلو فاول حكم نعم فاول فاول على الكثيري فاول على الكثيري فيها قرار لا ما فيها قرار ما فيش قرار عندنا انذارين وهناك طرد تلس عنده انذار محمد عبيد انذار طرد لجابر
على مستوى الأداء رائع جدا. مباراة جماهيرية، مباراة تكتيكية، 4 أهداف في المباراة، كل شيء مهيئ أن يكون اليوم واحدة من أحلى وأروع النهائيات. محمد عبيد المدفعجي صاحب الصواريخ عندي هدف في هذه المباراة، عندي 6 دقائق و43 ثانية متبقي. ممكن ولد عبيد، يا الله يا الله يا كريم عبد الكريم. اذا اوليفيرا عارف المرمى يلعب، حسن علي طويله من الدفاع، الكره خارج الملعب. بدا تحس ان فريق الشرطه بدا يفقد سيطرته على المباراه كاداء. شوف لكفيري 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 خارج الملعب. جماهير الشرطه، المتابعين، المتمنين، الامور الى الان، الفرحه الحلوه اللي كانت بادي بها المباراه، الله 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 لكفيري، الامور خلاص تقريبا تحس انها هدت، لكن المباراه ما انتهت. ترجع اوليفيرا تلس، شوف تلس هات وخذ، يضغط على طول بشكل حلو رودريغيز، الكره خارج الملعب. الاداء التكتيكي، رجل يلعب بعقليه تكتيكيه عاليه جدا، صانع العاب متميز، هداف على مستوى عالي، لاعب راقي، المهاره الفرديه، اللعبات اللي بالفعل يعشقها الجماهير، يخلي الجماهير تتمايل مع لعباته، هذا هو اوليفيرا. الان الكويتي، الكويتي جول فعل، غير فريق الان، يلعب الكل في الكل، سحب حارس المرمى وابتدى يلعب الكل في الكل في زياده عدديه. الاستلام اوليفيرا، كريم مقطوعه، اوليفيرا يضغط بشكل حلو، ممكن رودريغيز، الضغط القوي جدا عن طريق محمد فدك، جانبيه ترجع مره ثانيه، كريم رودريغيز. شوف الان بداوا يلعبون الكل في الكل، خلاص ما عندي شيء يخسره، باقي 4 دقائق و57 ثانيه، جول ممكن. اوليفيرا وين وين، عدت يا كريم، عدت يا عبد الكريم. شوف تغيير تكتيكي، غير الان، بدا قلت لك يلعب الكل في الكل، سحب حارس المرمى، لكن طبعا في الاحتياط الدفاع يرجع حارس المرمى، برامو فدك. الاستلام، يا حلاوتك طاهر على صدره في العمق، تلس تطول الكره من القطع، الكره خارج الملعب. جماهير، سيدات، اطفال، رجال، متابعين، محبين، بطوله على مستوى راقي جدا، نجاح منقطع النظير للسنه الثالثه على التوالي، ليس لأني عضو في هذه القناة المتميزة، ولكن الحضور، المتابعة، المحبين، المتكلمين. هوبا طلال يسلم رودريغيز، لكن عدى، خلاص خلاص ما تباك. يوم غد يد بشعره تنقادي، لكن اليوم ما تباك، لا كسر سلاسل تكسر، ما تباك. ترجع تلس، اوليفيرا فدك، استلام تلس، شوف التمرير، شوف الاستلام، شوف الكرة من ريل لريل بشكل حلو، الله. إلي أوليفيرا أنيق، لاعب عند الثقة، شوف شوف يا حلاوتك، يا عيني عليك، يا عيني عليك على هذا اللاعب، الله الله. ما يقدر رجع الحارس، لا ما يقدر، ما يقدر رجع. شوف يضغط عليه لاعبين، يمرر بشكل حلو، طرار يلعبها، رودريغيز يستلمها، إلي الضغط القوي، يفتح، يمرر جول، يمرر جول، يمرر. عدت يا كريم، عدت يا كريم، 3 دقائق و13 ثانية. إلي الاستلام، شوف تلس، عبد الكريم جميل، رودريغيز، تلس، الضغط قوي متبقي، شوف 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 الضغط القوي، يسترجع الكرة الآن، طلال على الطرف، رودريغيز وين؟ وين يا طلال وين؟ وين يا طلال وين؟ اللي طبعا حكم اللقاء، حكم اللقاء يطلب من مين؟ يطلب، نعم، يطرد، يطرد المدرب، يطرد سالم جميل، يطرد سالم جميل، لأن طبعا مدرب فريق المعهد. اذا طرد ايضا للاعب فزع، طبعا طرد ثاني، الاول لحارس مرمى فريق الشرطه، الطرد الثاني اللي مدرب فريق المعهد. الان انت تلعب، شوف الاستلام، اللي حارس المرمى الاحتياطي اللي ممكن الان يعتمد عليه، شوف عمليه التحضير، يسحب الحارس ويدفع باللاعب، الان يلعب الكل في الكل مره ثانيه، صبري طبعا يلعب بدور المهاجم، شوف طلال، صبري، طلال، رودريغيز، كريم،
لكن الشكل اللي اشتغل فيه طلال المتابع حارس المرمى يلتقطها. شوف التمريره ترجع اوليفيرا يحضر يعدي شوت يا ولد حلو حلو. صبري يصد الكره طبعا اصبح او يتحول كحارس مرمى. شوف يا ولد على اوليفيرا جانبيه جانبيه. الوقت المتبقي دقيقتين وثمان ثواني. النتيجة 3-1. معهد السياقة يحول كأس البطولة من ميسلون إلى واسط. شوف الاستلام برابو برابو برابو. الضغط القوي رودريغيز عملية التحضير الارتداد الدفاعي التغيير الشكل التكتيكي اللعب الكل في الكل. الاستلام هدف ممكن يا محمد عبيد يغير الأمور. رودريغيز على الطرف طلال الاستلام هاتو خذ. لكن حارس المرمى حارس المرمى يلعبها وين 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 يا حسن يا علي. ترجع الهجمة مرة ثانية الآن لفريق الشرطة. دقيقة ونص دقيقة ونص متبقي في وقت كبير في وقت كبير لسه. استلام صبري طلال رودريغيز تحضير جميل على الطرف روعة. استلام شكل حلو مرة ثانية التمركز الدفاعي جيد. شوف الاستلام على طول محمد عبيد. الله عليك يا حسن يا علي يا حسن يا علي. اليوم عامل مباراة على مستوى عالي جدا. محمد عبيد رودريغيز طلال طلال. شوف الاستلام اني صبري المايسترو محمد عبيد رايح طلال شويد ترجع مرة ثانية رودريغيز تمركز دفاعي تلس حايد صد دفاعي على مستوى عالي جدا هو وفدك ومع طاهر. مرة ثانية تحضير الثواني خلاص خلاص. كاس البطولة في واسط كاس البطولة في واسط يا حسن يا علي خلاص. إذا كاس البطولة يتحول إلى واسط من ميسلون إلى واسط. طلال ممكن طلال ممكن. رودريغيز يحاول التحضير على طول كريم برابو الاستلام طاهر صبري مقطوعة فدك فيها فاول فيها لمسة يد لمسة يد. خلاص أقدر أقول لك إن كأس البطولة في واسط في معهد السياقة. برافو يا أولاد رائعين مبدعين عملوا مستوى راقي جدا في هذه البطولة. 8-1 على يعني طبعا أولى مبارياتهم على المرطول 4-2 على الفرسان 12-3 ثم بعد ذلك في الدور نصف النهائي أبدعوا وأمتعوا وقدموا مستوى جميل جدا بعد أن تخطوا فريق البيان بركلات الترجيح 2-1. شوف صبري 20 ثانية الأمور خلاص عدت ومرت ودارت الأيام ومرت الأيام وعدى رمضان والبطولة الرمضانية الثالثة تبتسم لفريق المعهد. إذا الأخضر يحقد البطولة ويذهب بها إلى واسط. تلس ابتدع التسجيل في أول 11 ثانية ثم طاهر تألق وسجل هدفين رائعين في هذه الأمسية بينما محمد عبيد كان قد سجل. تلس ممكن أوب خلاص نجم اللقاء يسجل الرابع. برافو أوليفيرا لعب 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 ما فيش كلام. اذا نجم البطوله يختتم التسجيل. شوف تلس شوف العرضيه برافو ما احد يشارك على السياقه. برافو اس بي اي بطلا لبطوله الشارقه الرياضيه الرمضانيه الثالثه لكره القدم. خلاص مبروك مبروك لكل المتابعين مبروك لكل المحبين مبروك لكل المتمنين في 4 أهداف. بدأت البطولة بالحب والقبلات وانتهت أيضا بالحب والقبلات. سيداتي آنساتي سادتي أحبتي مشاهدينا هنا عبر الشارقة الرياضية نتمنى بكل الفنيين من مخرجين ومصورين وفنيين وإنتاج وأيضا كل أصحاب الكاميرات بالإضافة إلى كل طبعا الكص الجميل جدا اللي حاول يقدم لكم وجبة رمضانية دسمة. شكرا لراعي الحفل شكرا لكل من حضر شكرا لكل الجماهير
اللي حضرت طوال البطولة. شكرا للفريقين، شكرا لكل الفرق، شكرا لكم أحبتي مشاهدينا هنا عبر الشارقة الرياضية. كل عام وأنتم بخير، كل بطولة وأنتم بخير، كل هذه الجماهير نشكركم كل الشكر، نرفع لكم القبعة لحضوركم ومتابعكم. نشكر لكل الفنيين، نشكر طبعا لكل المتابعين. لكن قبل أن أنهي كل هذه الكلمات، أتوجه بالشكر والتقدير إلى راعي الرياضة الإماراتية، إلى سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الداعم والدافع القوي جدا لمؤسسة الشارقة للإعلام. شكر والتقدير إلى راعي هذه البطولة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد الشارقة. شكر وتقدير إلى الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام. شكر وتقدير كبير جدا أيضا إلى الشيخ أحمد بن عبد الله آل ثاني، هذه الشخصية الرياضية الداعم القوي للبطولة. الشكر والتقدير إلى سعادة محمد خلف مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام، سعادة عيسى هلال الحازمي أمين عام مجلس الشارقة الرياضي. أهنئك تهنئة خاصة بالفعل، هذا الرجل الرجل المناسب في المكان المناسب. شكرا لنادي الشارقة ممثلة في سعادة سالم الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة. إذا أحبتي مشاهدينا، قبل النهاية أذهب أيضا للاستوديو التحليلي علي الظبياني أستاذي والأستاذ العزيز اللي أمتعنا بشكل كبير في تقديم أداء جميل جدا وقيادة راقية لمناقشة راقية رائعة جدا. شكر والتقدير إلى الكوتش، إلى المدرب، إلى الإماراتي الجميل عبد الله عبد الباسط. أذهب إليك وأترك الكاميرا تتجول للنجوم، للأسماء، للفرحة، لمعهد الشارقة. أحبتي مشاهدينا، إذا أترككم مع هذه اللقطات الجميلة. حياكم الله أحبائي الكرام، يسرني أن أعود إليكم بعد نهاية المباراة بحسم المباراة واضح لفريق SDI على فريق شرطة الشارقة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، إلى أربعة أهداف مقابل هدف، لم أخطئ في النتيجة. أتجه إلى الزميل خالد الحمادي. خالد تفضل، لديك الميكروفون. شكرا لك علي. لن تتصور بأن فريق SDI مدرب فيصل عبد الله أكد قبل المباراة بأنه راح يفوز بالأربعة وبأربعة، وتوقع النتيجة مثل ما هي 4-1. بالمناسبة هذا الحديث دار بيني وبين فيصل وبين محللنا عبد الله عبد الباسط، وما شاء الله فيصل صراحة لم أكن أتصور بأنك أنت عندك هاي الثقة في أنت تتوقع بعد نتيجة المباراة، ولا ضربة حظ كانت؟ لا الحمد لله واثق من فريقي، مثل ما قلت حتى غرفة ملابس قلت لهم اليوم تفوزون إن شاء الله وتقدمون المباراة اللي عليكم، لأن العناصر اللي موجودة مو أقل عن فريق الشرطة. فريق الشرطة يملك عناصر جيدة مثل صبري ومحمد عبيد وجابر حارس عملاق وأيضا لي محترف، لكني أنا أثق ثقة عمياء بفريقي، وحتى قبل المباراة قلت لهم اليوم داخلين المباراة. فريق SDI ومدير الفريق فيصل عبد الله، نكمل فيصل. هذا الحب اللي تشوفه بالفريق هذا سر النجاح. نعم. الفريق الحمد لله قدم المباراه حلوه اليوم وامتع الجمهور اللي متواجد. امتع الجمهور المتواجد، وكنت عند رهن المسؤولين عن الفريق ان شاء الله والمرات الجايه. ونشكر قناه الشارقه الرياضيه اتاحت الفرصه لنا، والمباراه النهائيه مثل ما قلت انا راح نمتع الجمهور قبل المباراه باللقاء. سنتين سابقتين استعصت عليك البطوله. والله ما كنت مركز بيني وبينك خالد، لكن هالبطوله ركزت فيها والحمد لله توفقت. من اكتفي فيصل، شكرا لك. شكرا اخي خالد. شكرا ابدا. اذا معي تك تلس كونجراتيوليشن، تك ديد ا جريت ماتش اكشلي، كونجراتيوليشن. ناو ذا SDI از the champion today. Yeah, I'm very happy for the champion today. Very difficult game. Congratulations for the our team. Congratulations the another team. It's a good game today, and my first opportunity play here in Charger. It's a great championship here, and congratulations for us. Thick, how do you find the competition here in Charger? Very good championship, how I said. Good atmosphere, very good, and congratulations on Sharjah this championship. Going to see you next year, inshallah. Inshallah. Yalla. So. Thank you very much. Okay, thank you. إذا كان هذا ثيك تلس أحد نجوم فريق SDI، معي طاهر. طبعا طاهر واحد من اللاعبين اللي كانوا مو محظوظين أبدا في البطولة، لكن لما نغير القميص وراح لفريق SDI اليوم هو بطل البطولة. ألف مبروك طاهر.
الله يبارك حياتك. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يمكن من بداية هذا التتويج بمجهود الشباب هذا كله، من البداية التعب اللي كان الشباب من قبل بالتمارين فالأشياء جهدهم هاللي سووه كله اليوم تكافؤوا عليه بطولة، الحمد لله رب العالمين. مجهود الجميع هذا اللي وصلنا، طبعا ما ننسى التوفيق في البداية من رب العالمين، ومجهود الشباب كلهم من أصغر واحد لين أعلى واحد عندنا هو اللي توجنا بهالبطولة. ماهر، شو سر هالبداية القوية؟ لأن ما كنت أتصور بأن حارس مثل جابر يقبل في مباراة واحدة صراحة 3 أهداف. والله هذا توفيق من رب العالمين. نالك التوفيق أجمعين. مبروك طاهر. إذا كان هذا طاهر حسن لاعب فريق اس دي اي، زميلي علي أيضا معي، عمر الصالح لاعب أيضا فريق اس دي اي. عمر عموما يبتعد دائما عن عدسات التصوير. عموما علي يعود إليك في الاستوديو حتى أصل إلى الطرف الآخر، الفريق الخاسر في هذا النهائي. شكرا لك خالد. عبد الله، بإيجاز باختصار أعتقد كشف فريق شرطة الشارجة اليوم. لا أنا أقول لك، شوف إحنا قلنا الفريق اللي بيكون أكثر قتالية في أرض الملعب وأكثر تركيزا هو اللي راح يفوز. وليش كان أكثر تركيزا اليوم؟ شرطة الشارجة دخل من مركز، استقبل جول في أول دقيقة. الأسباب ها، ما في تمركز صحيح في الدفاع، ما كانوا مركزين. استغل فاسورا الباص القطري لتنس وسجل الهدف الأول. للأسف الهدف الثاني جاء بنفس الطريقة، تلس لطاهر حسن أيضا باص قطري كان غير مراقب طاهر على السكند بوست، سجل الهدف الثاني. ثم تعامل بواقعية فيصل، رجع لين نص الملعب لين حتى 15 أو 10 متر وبدأ يلعب على المرتد وسجل جولين من مرتدات. هذا هو اختصار المباراة. لكن بس في أنا أشيد بلاعبين أو بثلاث لاعبين. أولا طاهر حسن اللي اليوم قاد فريقه في أرضية الملعب. برجع لخالد وبرجع لك. فضل. خالد تفضل. خالد شكرا لك علي. ما زلنا نلتقي اعضاء فريق اس دي اي، واحد من ابرز النجوم في هذا الفريق ويليامز اوليفيرا. فيرست كونجراتيشن ويليامز، يو ديد ويل اكشلي ان اور ليج اند ان اور تورنمنت. اكشلي اي نومينيتد يو از ا بيست بلاير ان ذس تورنمنت. فيري جود فور ذيس. اي ثينك انديفيدوال ذيس نو نوت فيري امبورتنت. نو امبورتنت ذيس كولكتيف. اور تيم اي ثينك توداي ميك ذا جود جوب يو نو. بات thank you very much for you speak you say best player. What is the secret behind the great performance for you actually personally and for your team? You know, for performance our day me make every day me make the good training and the good for physical. I think we very good for physical. This supported for our game. I hope to see you next year in this tournament exactly. Thank you very much. Inshallah, I come next year. Inshallah, good luck. Good luck, inshallah. شكرا. كان هذا معترف فريق SDI. معي أيضا علي، واحد من النجوم اللي نتشرف فيهم في هذه البطولة. يأتينا من الكويت عبد الرحمن الطويل، وعبد الرحمن كان بالمناسبة أفضل لاعب في النسخة الماضية من البطولة. عبد الرحمن، نحن صراحة كنا نرشح فريق شرطة الشارقة لأن يكون الألقاب. في النهاية الفائز واحد، لكن نحن كمنظمين كسبنا شوفتكم، كسبنا المتعة اللي قدمها فريق شرطة الشارقة في البطولة. ماشي، يعطيكم العافية على البطولة الحلوة. مبروك SDI، هارد لك شرطة الشارقة. SDI استغل الأخطاء فريقنا واستفاز من الأخطاء وسجل الأهداف. بالنهاية اللي غلط بياخذ الأقوال، وهم استغلوا أخطائنا. نقول لهم مبروك، هارد لك فريقنا. لكن بدايتكم كانت وايد مهزوزة يا عبد الرحمن. نهائي اول دقائق شوي فريق مرتبك، بعد شوي دشينا المباراه، حاولنا نسجل، حاولنا نصنع فرص، بس ما الله كتب الاقوال. مبروك لهم مره ثانيه. اتمنى لك انت التوفيق على المستوى الشخصي مع المنتخب الكويتي ايضا مع فريقك. مبروك، شكور حبيبي، يعطيك العافيه. شكرا لك. اذا كان هذا علي عبد الرحمن الطويل لاعب المنتخب الكويتي ايضا لاعب فريق شرطة الشارقة الذي لم يخسر النهائي حقيقة، كسبنا تواجده في هذا المحفل الكبير. عودة اليك في الاستوديو. شكرا لك خالد. اعجبني كلام المحترف الثاني لفريق SDI لما قال له شو السر. فاسورا صح لما قال له شو السر، قال التدريب والحالة النفسية صحيح، والجو اللي كان في الفريق، البيئة الجيدة، وأيضا قال الحالة البدنية الجيدة اللي كنا فيها.
قال كلمة طيبة أيضا، قال غير مهم أني أنا أفوز بجائزة أفضل لاعب أو لا، المهم أن الفريق كله يفوز بالمركز الأول. عموما أنا قلت لك أبغي أتكلم عن ثلاث لعيبة، قلت لك طاهر حسن له دور كبير اليوم في المباراة، توجيهاته في أرضية الملعب، قتاليته، حماسة، يمكن هذا الشيء نشره لبقية لاعبين. كنت أشوفه دائما يحمس حمدان، فدعك، فسورة، تلس، كل اللاعبين، يمنعهم من التكلم مع حكم المباراة. يمكن نرفس محمد عبيد قدر يطلع من جو المباراة، محمد يمكن كان راح كان ممكن ينطرد لولا أن عدنان الهولي سحبه. شيء اللاعب الثاني اللي أشيد فيه حسن الحنطوبي حارس المرمى، أبلى بلاء حسن اليوم، كان متمركز بشكل صحيح، لعب بشكل ممتاز، سقوطه في أرضية الملعب كان مدروس ومحسوب، يوم يحس فريقه أنه تعبان يطيح في أرضية الملعب. أشيد أيضا باللاعب فاسورة، حقيقة أنا أرشحه بجانب خالد الحمادي هو أفضل لاعب في البطولة، ما أدري اللجنة المنظمة من بتعطيه، لكن أنا أقول فاسورة هو أفضل لاعب في الدوري الإمارات الموسم الماضي وأفضل لاعب في هذه البطولة أيضا، يستحق هذا الشيء، صنع الفارق بشكل كبير، صنع هدفين اليوم وسجل هدف، أعتقد يستحق رجل البطولة. وأيضا قبل هؤلاء جميعهم فيصل عبد الله، سالم جميل يستحقون الإشادة، لعبوا بشكل ممتاز اليوم، كانوا دائما يستخدمون حسن الحنطوبي، قدروا أنهم يتعبون شرطة الشارجة، عرفوا كيف يلعبون إياهم بعد ما سجلوا جولين، عرفوا كيف يدافعون، كيف يلعبون على المرتد، وأيضا كيف يتعبون الخصم بأن يفتحون الملعب ويسوون مساحة كبيرة للخصم. مبروكين كفو ما شاء الله، كفو. عبد الله في شيء لفت انتباهي أنا صراحة، تفضل. ما 4-4 بالحارس 5 كل فريق، لكن أثناء محاولة فريق شرطة الشارجة للعودة للمباراة شعرت أنهم 10 لاعبين بقمصان خضراء تغطية هذا قوية. هذا 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 اللي تكلمنا عنه، الروح القتالية هي اللي تفعل كل شيء، يعني ما في منافذ، ما في طريق، ما في مكان. اليوم فريق شرط فريق SDI كان أكثر قتالية في أرضية الملعب، كانوا يلعبون لأجل الشعار لأجل فريقهم، حمدان يلعب لأجل طاهر، وطاهر يلعب لأجل ويليامز، ويليامز يلعب لأجل تينك، وتينك يلعب لأجل محمد فدعك، وفدعك يلعب لأجل الحنطوبي، والفريق كامل يلعب لأجل فيصل وسالم وعبد الله عمر بالحصى. لما أنت تشوف هذه الروح الموجودة في الفريق ثق، لا تتوقع يخسر، صحيح، لا تتوقع فعلا الفريق يخسر، وتوقع أن الفريق يوصل لأبعد نقطة في هذه البطولة، ووصل لأبعد نقطة وفاز بالبطولة. كلام عبد الرحمن الطويل، يعني أتصور أن هذا لاعب أساسي من بداية البطولة مع فريق شرطة الشارجة، وهو من الكويت فجاي مدعم للفريق، فكلام لما يتكلم عن أن الفريق استفاد من الأخطاء، الفريق الآخر استفاد من الأخطاء، استفاد من فترة الارتباك، إذا فريق شرطة الشارجة بهذه الأعداد من اللاعبين الأكفاء المتمرسين مرتبكين في هذه المباراة الحاسمة، نحن كنا نتكلم قبل بداية المباراة عن التأهيل النفسي والعامل النفسي. شوف أنت كيف فيصل قال أنا دخلت غرفة الملابس وقلت لهم بتفوزون 4-1 وتوقع النتيجة صح. الزميل خالد الحمادي قال أن أنت أثناء هذا الكلام قال 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 4-1 راح نفوز، وشوف توقعه. العامل النفسي مهم جدا، العامل النفسي مهم جدا. طاهر أيضا أنا أشوفه في أرضية الملعب حتى قبل أدخل الملعب كلامه مع اللاعبين، وفسورة كلام مع اللاعبين، كلهم يتكلمون مع بعض بطريقة إيجابية على عكس لعيبة شرطة الشارجة. أنا ما شفت لهم هذا الشيء. هل تتوقع أنه كان في تحدي شخصي بين بعض اللاعبين داخل الملعب حتى أن هذا شوف شيء طبيعي على العموم. طاهر حسن يعني محمد عبيد، أنا بقول لك شيء، طاهر حسن محمد عبيد على سبيل المثال صارت بينهم اليوم وايد مشاحنات ومشدات، لكن هم برا الملعب أكثر من أصدقاء أخوة. هذا طبيعي في كرة القدم، لابد أن تكون الرغبة موجودة والتحدي موجود. إذا الرغبة ما كانت موجودة والتحدي ما كان موجود لا تلعب مباراة، لا تلعب كرة، لا تمارس رياضة. إذا أنت فقدت الشغف والرغبة في الفوز ليش تلعب؟ هذا الشيء اللي اليوم شفناه. طيب أنت من لعبة SDI أنت طبعا وصلك خبر أو اطلعت على أن فيصل توقع هذه النتيجة اللي هو مدير فريق SDI، لكن ما كانت المعطيات ما قبل المباراة تقول أن المباراة هذه ممكن تتجه إلى نتيجة كاسحة لأحد الفرق على حسب الآخر؟ كانت المباراة متوقعة أن تذهب إلى 1-0 إلى 2-1 أن تذهب إلى ترجيح،
بس ما كانت المؤشرات تقول ان هناك انهيار كامل للفريق. هذا شوف 4-1 هاي نتيجة مثلا انت تقول في القدم 1-0 او 2-1، 4-1 في الصالات شبيهة بالقدم، هاي شيء طبيعي. انت لو تشوف الفاينالات العام النصر فاز في فاينل الكاس 5-1 او 5-0 على الظفرة، الظفرة فاز في فاينل الدوري 7-1 على النصر، هاي نتائج طبيعية في كرة القدم حتى على مستوى العالم مش بس عندنا هني، هاي نتيجة طبيعية 4-1 شيء طبيعي جدا. الفريق مرشح شيء طبيعي جدا، لكن أقول لك اللي مش طبيعي اللي شفناه اليوم من فريق شرطة الشارجة، غياب الروح القتالية، غياب الانسجام، غياب التركيز أمام المرمى، لأن الشوط الأول سنحت لفريق شرطة الشارجة حوالي 7 فرص ما سجلوا منها هدف واحد، بالمقابل 4 فرص لفريق SDI سجل 3 أهداف في الشوط الأول. هذا الشيء هو اللي يعني احنا نتكلم عن 75% من الفرص اللي سنحت لفريق SDI سجل منها أهداف، هاي نسبة عالية جدا في يعني لم يضع فرص أكيد. ودائما إذا أنت ما تسجل تتوقع أن تستقبل. نعم. تفسيرك لعملية سحب الحارس وإدخال صبري جميل يكون يعني لاعب مدعم لفريقه داخل الملعب ومع ذلك أخفقت هذه الحيلة؟ صح، أعتقد أن الفريق ما تمرن على الباور بلاي بشكل جيد، ويمكن ما تمرن عليه لأن لاحظنا اليوم في أرضية الملعب حتى مراكز اللاعبة اللي كانت موجودة المفروض أنها تتغير. محمد عبيد المفروض كان يكون في اللاين الأخير على أساس أنه يقدر يلعب الكرة من أول لمسة إلى الطرف الآخر إذا هم يبون يلعبون باور بلاي بالطريقة العادية. أيضا تحريك الكرة المفروض يكون بشكل أسرع. أحيانا أنت لما تلعب 1-2-2 وتشوفها مش ماشية لازم تحول 2-1-2 أو تستخدم البلوكات، تستخدم بعض الموفمنت اللي أنت متمرن عليها، لكن اليوم ما شفنا هذا الشيء في آخر 5 دقائق. أيضا طرد جابر ترى أثر في مجريات المباراة لأن وهو طرد مستحق صحيح لأن لمس الكرة خارج المنطقة، ولكن أنا أقول أن في هاي الفترة كان شرطة الشارجة بدأ يسيطر على المباراة وكان SDI فقط يعتمد على الهجمات المرتدة. كان يبحث عن هدف. صح، لما انطرد جابر دقيقتين خرجوا من جو المباراة وبعدين لعبة باور بلاي راحت عليهم المباراة. باخذ تفسير إذا كان صحيح التفسير ولا لا، فريق شرطة الشارجة كان يستمع إلى كثير من الترشيحات أن الفريق الأول في هذه البطولة، أن البطولة مسألة وقت الوصول إليها، وبالتالي دخل وهو مشحون بهذه الأفكار، دخل المباراة تلقى هدف الصدمة ضاعت المباراة. هل هذا تفسير ربما قريب من الواقع اللي حدث اليوم؟ ما أعتقد لأن شوف لأن لعيبة شرطة الشارجة كلهم ذو خبرة، عندهم خبرة زينة، ما أعتقد أنهم تأثروا بهالشيء. هم دخلوا المباراة ما كانوا مركزين، يمكن ما كان في احترام للخصم، ما كان مستسلم بطريقة ممكن هذا كان ممكن، هذا اللي أقدر أفسره ممكن والله أعلم، لكن هذا اللي يبين لأن اليوم استقبلوا هدفين بنفس الطريقة بنفس الأسلوب قوي. من الجهتين، الجهة اليمنى والجهة اليسرى، نسخة طبق الأصل الهدفين. صح صحيح. وبعدين بدأوا يلعبون على المرتدات، رودريجو اللي انقطعت منه كورة استخلصها منه فاسورا في الهدف الثالث وقدر أنه يسجل هدف أيضا عن طريق طاهر حسن. أنا أشوف أن الفريقان اللي يعني يستاهلون الوصول للمباراة النهائية، لكن أعتقد SDI كان هو الفريق الطرف الأفضل، هو الأفضل أكثر واقعية لو كان في حضور أفضل لفريق شرطة الشارجة، الأكثر واقعية الأكثر احتراما الخصم. كيف؟ لو كان حضور شرطة الشارجة بصورة أفضل، هل تتوقع أن كانت مباراة بتكون أعلى في المستوى؟ ممكن، ليش لا؟ ترى هذه شوف هاي يعني اللي نقص من قيمة المباراة أن الشارجة لم يحضر اليوم، لأن شرطة الشارجة لم يكن حضور ترى مميز. شوف أحياناً ترى فريق كامل ما يكون في يومه يعني غاب في اليوم المهم، غاب في اليوم المهم، وهالشيء يستوي. يعني اليوم أنت يعني مثلا برشلونة إذا نحن نتكلم في القدم في الشامبيونز ليج، مباراة الثانية ضد روما غاب، ضاع على الشامبيونز ليج في موسم كامل، غاب في هاي المباراة راحت عليه بطولة مهمة. فأنت أحيانا في المباريات المهمة فريق بأكمله
اليوم نحن ما بنقول والله مثلا لاعب او لاعبين هم مش في يوم، كلهم مش في يومه، الفريق بكامل مش في يومه، غايب عن التركيز. وهذا الشيء قلت لك يرجع الى التأهيل النفسي وتركيز اللاعبين، مش بس التأهيل النفسي. المفروض انت وصلت لمرحله مش لازم ترى المدرب يكلمك او الاداري يكلمك، انت كلاعب انت المفروض بينك وبين نفسك يكون في تحدي، انت المفروض تعرف كيف تأهل نفسك لهي المباراه. مثل ما اليوم طاهر شفناه في ارضيه الملعب، هو في الصوره كلامهم مع اللعيبه، حماسهم بينهم ببعض، تشجيعهم لبعض، هو اللي وصلهم لهي النقطه. ابرز شيء انت ممكن تتكلم عنه في هذه المباراه، اهم حاجه ظهور طاهر حسن بهذه الطريقه. طاهر يمكن بعد ما رجع من الاصابه فقد كثير من مستوى. اليوم في هاي البطوله شفنا اداء يتصاعد الى ان وصل الى هذه المباراه. اعتقد هو افضل لاعب في مباراه اليوم. اعتقد من اكثر اللاعبين واكثر اللاعبين تاثرا في هذا المساء بالنتيجه من فريق شرطه الشارقه. كيف تاثرا يعني؟ يعني اكثر واحد ربما المباراه هذه النتيجه تجرح في طموحاته. ممكن جابر على اعتبار انه طرد، وعلى اعتبار اعتقد ان هذا الفريق تشكل العام كان بطل. صحيح، والعام كان بطل، فاعتقد هذا الشيء يعني وايد اثر على جابر، لان جابر شوف دائما اللي يتذوق طعم البطولات ما يتنازل عنها يعني، وهو يمكن من اكثر اللاعبين في الدوله حصولا على بطولات. طيب احنا الان وصلنا الى ختام البطوله، وقبل ما نطلع في المباراه قلت انت في مخرجات مهمه جدا، ايضا في مخرجات مهمه جدا ان الوصول للمباراه النهائيه والاحتفال في الدور الاول دور المجموعات واقصاء فرق اخرى في المراحل المتاخره في الادوار الاقصائيه لا يعني شيء اذا خسرت النهائي. صح، يعني من خرج في اول البطوله اقل ضرر نفسي ممن فقدها وهي في على مقربه. لا انا اختلف وياك في شيء، أسوأ شيء انك انت تشوف المباراه النهائيه من على المدرجات. انت اليوم صنعت الحدث وتواجدت في النهائي، مش أسوأ منها انك انت لا تحصل على البطوله. بالعكس، احنا يعني بنقول احنا الموسم القادم شو بنقول في الاستوديو اذا شارك البطل والوصيف. بطل الوصيف بنقول تأهل فريق شرطة الشارجة للمباراة. لكن في العادة لا نحفظ احنا التاريخ. صحيح، التاريخ لا يذكر الا المركز البطل الاول، هذه حقيقة. ولكن انا اقول لك الأسوأ من انك انت قول لي منو الاحسن، الثاني ولا الثالث ولا الرابع؟ الثاني افضل بكل تأكيد. ولا انت بتقول الثاني مثل الاخير؟ كلهم نفس الشيء. لا لا كلهم نفس الشيء. انا اقول لك جدول الترتيب دائما ما يكذب، توصلت المركز الثاني فانت تستحق انك انت تكون من افضل فريقين في هاي البطوله. انا كذي اشوفه. ودائما نحن نقول أسوأ شيء في كره القدم او في المباريات النهائيه انك انت تشوف المباراه النهائيه من على المدرجات او من خلف الشاشات. الافضل انك انت تصنع الحدث وتكون موجود في المباراه، والتوفيق من الله عز وجل على حسب مجهودك في الملعب، الله بيعطيك على قد مجهودك. طيب اثناء حديثنا في الاستديو جاء تصور الفريق البطل من الاشبال وصافحنا هنا على طاوله الحوار، وكان غير معد هذا الكلام، وانما الاولاد بادروا هم بانفسهم ان ياتوا الينا ويصافحونا امام الكاميرا طبعا، وهذا ممتاز، هذا جيد اكيد. بس انا اقول لك تدري ليش؟ لان هؤلاء فرصة الكاميرا فرصة جيدة يعني. أيوة. فرصة جيدة. اليوم شوف ترى هايل ما كانوا يحلمون في يوم الايام انهم يلعبون مباراة وتكون منقولة بشكل مباشر امام الالاف ويمكن الملايين. صحيح. الشيء الثاني، انت اليوم حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، انا يقول لي احد الاخوة في القناة ان الاكثر مشاهده والاكثر اعاده للتغريد في تويتر هم الناشئه، مباريات الناشئه. معقوله؟ اي نعم. يعني انت اليوم خالد العبيد لما يسجل هدف او هدفين او ثلاث وربعه يشوفونه او يشوف الاهداف هذه في مواقع التواصل، اعتقد هذا الشيء يعد دافع كبير له. لكن نحن نقول للشباب الصغار هايل خاصه المتالقين منهم التواضع زين، نحن نقول لهم الغرور دائما مقبرة. نعم. مقبرة النجوم. نحن نقول لهم
الإنسان مهما يعلى شأنه ومهما يكون معروف مثلا أو مشهور أو يعني مجتهد في عمله أو بارع في عمله، لابد أنه يتواضع، ومن تواضع ويعمل رفعه الله عز وجل. تواضع والعمل المستمر. صحيح صحيح. بس في فكرة للشيخ أحمد بن عبد الله الثاني أن يرقى السن اللي يشارك في البطولة هذه، ألا يكون مرحلة الـ14، أن تكون 16 و18. ترى أنا قلت لك ليش، حتى يتسنى للقائمين على أندية الدولة وفرق الدولة أنهم يختارون. اليوم أنا لما أشوف واحد تحت 18 على سبيل المثال، أنا أرمى ضمن الفريق الأول، عمر الرجال، أقول لك أنا بعلمه سنة سنتين وبستفيد منه بعدين. صحيح. واللي عارفة أن السنة القادمة راح يكون في دوري تحت 18 سنة، فاليوم أنت لما يكون عندك تحت 18 في هاي السنة، لو تفتح عمل الشيطان، كان بتشوف جل وأغلب اللاعبين من هذه البطولة موجودين في الأندية الموسم القادم. ولكن نحن نشكر اللجنة المنظمة ونشكر أخواننا على هذه البادرة الطيبة. المهم أنك أنت تفعل شيء، مش أنك يعني أنك أنت تفعل شيء أفضل من أنك أنت لا تفعل شيء. صحيح. تحت 14 أفضل من أنه ما يكون فيه ولا شيء. لا، وهي أصلا فكرة قابلة أن تنضج بشكل أكبر وأن تتطور. صح. بشكل أحسن، وأن تكون مقدمة ل يعني ربما توسيع رقعة المشاركة فيها، ونأمل أن تكون أن تأخذ حيز أكبر على أكثر من صعيد، ليس كرة قدم فقط، ولكن بانتظار طبعا الأفكار التطويرية لهذه البطولة. خلني أروح للسؤال أبو حميد، حضر أفضل فريقين قلت لي في النهائي، هل هناك فريق ممن غادروا البطولة وفي أسماء كانت تستحق أن تكون في النهائي ولكن هو أمر لا بد منه، يعني مكره أخاك لا بطل؟ شوف الفريق الذي نال إعجابك. أنا أشوف الإمبراطور كان ممكن أن يكون موجود في المباراة النهائية، والدليل أنه خسر بضربات الجزاء من فريق شرطة الشرط على الرغم من النقص العددي اللي تعرض له الفريق. أكثر من لاعب مهم لم يتواجد في المباراة، على رأسهم حمد الغول و تشكن محمد علي بولادي، أكيد منشغلين ببطولة ثانية أو الإصابات. أيوة. فأنا اليوم أقول لك على الرغم من النقص العددي اللي كانوا عليه، إلا أنهم قدروا يحرجون شرطة الشارجة وخسروا منهم بالبلنتية. أعتقد هذا الفريق كان يستحق يعني أنه يكون موجود طرف اليوم. عبد الله استأذنك، والسادة المشاهدين، أنا أتجه إلى الزميل إبراهيم الزعابي. الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، سعادة محمد خلف مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام، سعادة راشد العوبد مدير قناة الشارقة الرياضية، حضورنا الكريم، نجتمع اليوم في مشهد الختام لتظاهرة رياضية جمعت التنافس والتحدي بأجواء جماهيرية خلال شهر رمضان الفضيل، وكم نشعر بالفخر والامتنان على الرعاية من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة لهذه البطولة منذ انطلاقتها، حيث أخذت اللجنة المنظمة على عاتقها تطوير حدث رياضي يتلائم مع تطلعات رياضيين، وليكون مساحة لإبراز المهارات والمواهب بما يخدم الرياضة الإماراتية. الحضور الكريم، إن مؤسسة الشارقة للإعلام ممثلة في قناة الشارقة الرياضية لا تقف مزهوة بما حققته البطولة منذ انطلاقتها ووصولاً لختام نسختها الثالثة اليوم، آملين في تحويله إلى تجمع رياضي أكبر في السنوات القادمة ليحتضن كل فئات المجتمع، ونعدكم بأن نعمل على تطويره ليمثل انطلاقة نوعية لشبابنا. والآن نبتدي مراسم التكريم مع تكريم رعاة البطولة والفائزين فيها. في البداية، المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة. المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة هو دعم كبير لمختلف الفعاليات التي تقام على إمارة الشارقة دائماً وأبداً، ضمن توجيهات
بلا شك وسياسات هذا المكتب الذي دائما وابدا ما يقدم الدعم الكبير لكافه الفعاليات التي تقام في اماره الشارقه. مدينه الشارقه للاعلام شمس، وبلا شك مدينة الشارقة للإعلام تأتي في تطوير النهج الإعلامي في إمارة الشارقة والعمل الكبير. وعلى جانب المؤسسات الخاصة فام القابضة، فام القابضة ودعم كبير وكبير جداً للفعاليات الرياضية والمجتمعية في إمارة الشارقة والعمل على تطوير بلا شك مختلف الفعاليات بالدعم والمواصلة والاستمرار في ذات النهج. يتفضل ممثل فام القابضة لاستلام درع بطولة الشارقة الرياضية الرمضانية، وبلا شك الذين نشكرهم كل الشكر على الدعم الكبير واللا محدود دائما وابدا. غرفة تجارة وصناعة الشارقة، البوابة التجارية لإمارة الشارقة التي دائما وابدا ما تتفاعل مع الأحداث في إمارة الشارقة ومختلف الفعاليات ودعم كبير ولا محدود. مجلس الشارقة الرياضي، مجلس الشارقة الرياضي الذي يضم تحت مظلتها العديد من الأندية الرياضية والثقافية والمجتمعية، وبلا شك دعم كبير جداً لقطاع الرياضة والرياضيين في إمارة الشارقة والاهتمام بمختلف الأنشطة الرياضية. القيادة العامة لشرطة الشارقة، وهم عيون الشارقة الساهرة على أمنها والتي دائماً وأبداً ما يقومون بدور كبير وكبير جداً لخدمة هذا القطاع المهم. والبلد دائماً الذي يعيش بأمان هو بلد مستقر ومزدهر، فالحمد لله دائماً وأبداً على نعمة الأمن والأمان. اتحاد الإمارات لكرة القدم، دعم كبير للفعاليات الرياضية واستحقاقات قادمة، آمال وطموحات الشباب الإماراتي الرياضي على هذا الاتحاد في تحقيق الإنجاز والعودة من بعيد ببطولة آسيا التي تقام في دولة الإمارات العربية المتحدة. والآن نقترب أكثر من فعاليات الختام والبداية مع الحكام الناشئين الذين قدمتهم البطولة في هذه الفعالية، وكذلك مستضيف الحدث قبل يعني الحكام مستضيف الحدث نادي الشارقة الرياضي، والذي بلا شك كانت صالته مسرحاً لاحتفالية الأبطال وتواجد كبير. ويا ما ترصعت بالذهب هذه الصالة في إمارة الشارقة. نهنيهم على إنجازاتهم المستمرة، مزيد من العطاءات، كل الشكر والتقدير لنادي الشارقة على العطاءات الكبيرة. الآن مع الحكام الناشئين الذين قدمتهم البطولة، وهي البطولة الثالثة، ودعم ونهج جديد بالحكام الناشئين، فليتفضلون الحكام الناشئين. يرافقهم كذلك حكام المباراة النهائية، في البداية الحكم أول خليفة الحمادي، وكذلك حكم ثاني علي حسن كريم، والحكم الثالث أحمد قايد، والحكم الرابع علي موسى. تفضلون طبعاً الحكام. طبعاً في البداية يتقدمون حكام الناشئين، ولافتة جميلة من إدارة البطولة بتقديم أسماء رياضية جميلة في مجال التحكيم، ودعم كبير طبعاً لأول مرة في دولة الإمارات العربية المتحدة
يتم تقديم حكام يافعين شباب في مقتبل العمر، ولقوا إشادة كبيرة وكبيرة جدا من جميع من يتابع ويشاهد هذه البطولة، وجميع من يتواجد دائما وأبدا خلف هذه البطولة. إذن توقيع كذلك من الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام. الحكام بالنسبة لهم ترى الكرة حاجة مهمة، يحتفظ بالكرة ويخليها للتاريخ ويخليها للزمن الجميل. الآن مع طبعا ما زلنا مع حكام الناشئين، وبلا شك إسدال النصائح من الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، يرافقه سعادة محمد خلف مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام، وسعادة راشد العوبد مدير قناة الشارقة الرياضية. والآن مع حكام مباراة النهائي، حكم أول خليفة الحمادي. خليفة الحمادي نحييه، وأداء كبير وكبير جدا في البطولة بلا شك. السلام على الشيخ وتوقيع، خلاه يوقع له على الانذار، بيحتفظ فيه خليفة. وخليفة يعني شوف هو مميز وطلع بانذار مميز، والله يبعدنا من الكرت الأحمر. الحكم الثاني علي حسن كريم. علي حسن كريم صال وجال في صالات دولة الإمارات العربية المتحدة بصفارة دائما هو سيدها، وقرارات حاسمة لا رجعة فيها. حكم ثالث أحمد القايد. أحمد القايد طبعا اليوم تعب مع المدربين، يعطي الصحة والعافية، وأداء كبير وصفارة في محلها، وكان له كذلك قرارات. حكم رابع علي موسى، وبلا شك أداء جميل وجميل جدا من حكامنا في هذه البطولة. جمهورنا العزيز نحيي الحكام تحية كبيرة لهم، الجمهور المتواجد، الفرق، يعني سواء الحكم عطاك انذار عطاك قرار إداري. الآن الصور التذكارية مع حكام المباراة، وكذلك غوبات الملاعب هنا في بطولة الشارقة الرياضية الرمضانية. نقترب أكثر من أصحاب العطاءات والفرق التي قدمت الكثير والكثير. فئة الصغار انتهجتها بطولة الشارقة الرياضية الرمضانية، والآن مع صاحب المركز الثالث فريق سبورت فور أول، نحييهم طبعاً بلا شك. شبابنا الصغار تحت 14 سنة، فريق سبورت فور أول منصة إعلامية كذلك وأكاديمية كروية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تتخذ من عجمان مقراً لها وتقدم العطاءات والإبداعات، ودائماً وأبداً ما توفر كافة السبل لإنجاح مختلف الفعاليات الرياضية. إذن نشكر لاعبي فريق سبورت فور أول على الأداء الجميل في البطولة والظهور الأول بفئة الناشئين. إذن الميداليات البرونزية تذهب إلى سبورت فور أول. طبعاً بلا شك سبورت فور أول وانتشار كبير وكبير جداً، تواجدون في إمارة دبي للمعلومة، ودائماً وأبداً حضور كبير في مختلف الفعاليات، حضروا في بطولة الكبار ولكن ما مشت معاهم، والصغار ما رجعوهم خايبين، رجعوهم بالمركز الثالث، وفالهم التوافيق في القادم بإذن الله. طبعاً جائزة مالية كذلك للمركز الثالث، وبلا شك يستحقون هذا العطاء والمبلغ المالي المقدم. الآن التقاط الصور التذكارية مع صاحبي المركز الثالث وأعضاء الفريق واللاعبين، بلا شك يتوسطهم الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام.
الآن مع صاحب المركز الثاني الذي حضر في هذه البطولة بكل قوة بهمسات مدربه وحركات لاعبيه، بلا شك صاحب المركز الثاني فريق ناشئة وسط، تحية كبيرة لهم. مدرب محنك، إداري غدير، إدارة مهتمة بكافة التفاصيل، ويمتلكون لاعبين بسم الله ما شاء الله عين عليهم باردة. يعني خلينا نقول نتاج ناشئة واسط باين من خلال هذه البطولة، وبلا شك الميدالية الفضية تذهب لفريق ناشئة واسط، هذا الفريق الذي قدم الكثير من العطاءات في هذه البطولة وقدم لاعبيه إحدى المباريات الجميلة. بكل صراحة عندهم لاعبين، مدرب مميز، إداري، مدير فريق، إدارة كذلك ناشئة واسط تقوم بدعم كامل لهذا الفريق. اللحظات الأهم دائماً وأبداً هي لحظات التكريم، لحظات المنصة، الوقوف هنا مع الإنجاز، الوقوف مع العطاء. مدرب الفريق طبعاً، مدرب الفريق دائماً كان يوجه لاعبين على طوال المباراة، مساعدة وكذلك الإداري ومدير الفريق نبارك لهم هذا الإنجاز. وكذلك ننوه أن هناك مبلغ مالي راح يستلمونه كذلك من اللجنة القائمة. أما الآن مع طبعاً الصورة التذكارية للفريق مع الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي وسعادة محمد خلف وسعادة راشد العوبل وابتسامة، يا سلام، ابتسامة الفضة. والمركز الثاني حيهم حيهم حيهم. أما الآن مع بطل النسخة الأولى لفئة الصغار في بطولة الشارقة الرياضية الرمضانية فريق ريتش تارجت، حيهم الأبطال فريق الذهب. ولافتة جميلة كذلك من ناشئة واسط بتحية صاحب المركز الأول، يا سلام عندما تحضر الأخلاق الرياضية وتزرع في الصغار، هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. إذن يا سلام عليهم، نحييهم صراحة على الروح الرياضية الكبيرة والأداء المميز. فريق ريتش تارجت قدم بطولة مميزة جداً، والذهب يلمع يا أخوان، الذهب ذهب والذهب يلمع، ويستاهلون، يستاهلون أصحاب المركز الأول ريتش تارجت وطاقم إداري وفني على أكبر مستوى، جهاز متكامل بسم الله ما شاء الله، العامل الطبي، العامل النفسي، الكل متواجد، الكل متواجد ويحضر لحظة الختام. وبلا شك البطولة دائماً لها بطلاً واحد، وفي وجهة نظري الأربعة اللي شاركوا في بطولة الناشئين أبطال ويستحقون التحية ويستحقون الإشادة. طبعاً ما زلنا مع صاحب المركز الأول والميدالية الذهبية، وبلا شك مبلغ مالي مقدم من اللجنة المنظمة لهذه البطولة، وتسليمهم كذلك هذا المبلغ اللي يستحقونه على عطائهم هو حافز بلا شك، حافز كبير لهم وكذلك درع هذه البطولة، واللي راح يستلمه كابتن الفريق. ويا سلام سلم لما تشارك المشاركة الأولى وتحقق الذهب، يعني في الثانية مطلوب منك الذهب، يا ذهب ما تجيب إلا ذهب، هذا اللي معروف ومتعارف عليه. إذن الآن اللقطة الأهم بالنسبة لدوري الصغار وشعار البطولة بشكل مبتكر وجميل، يسلم درعا لكابتن الفريق. كابتن الفريق يتفضل، كابتن الفريق تحية كبيرة، تحية تحية كبيرة كبيرة للأبطال، ولقطة جميلة بالنسبة لهم والصور التذكارية. يستحقون يستحقون. إذن شكرا لفريق ريتش تارجت على هذا
ريتش تارجت عفوا على هذا الظهور الكبير والمميز. الآن نصل إلى الجوائز الفردية الذين حققوا بلا شك هذه الجوائز في فئة الكبار، بداية مع هداف البطولة مع تياغو من معهد الشارقة للسياق، تحية كبيرة من جد يا تياغو، بطل يا بطل تياغو اليوم بطولة وهداف البطولة وفريقه يحييه، يستاهل 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 يستاهل. طبعا لاعب يقدم عطاءات كبيرة، يا سلام على قفاز الإشادة، وين تذهب جائزة قفاز الإشادة؟ ها وين 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 قفاز الإشادة إلى أفضل حارس في البطولة؟ حسن الحنطوبي يستاهل يستاهل. حسن مسيرة جميلة، عطاء ولا أروع يا جماعة الخير، يشيل كور مش ممكن، ما شاء الله عليها، عيني عليه باردة. حسن الحنطوبي معهد الشارقة للسياقة. أما الآن مع جائزة أفضل لاعب في الجوائز الفردية فئة الكبار، وهو اللاعب رودريغو من شرطة الشارقة، يستاهل 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 يستاهل، عطاء كبير هم أصحاب المركز الثاني في البطولة، وقدم مستويات جميلة وجميلة جدا. الآن مع تتويج فرق الكبار وصاحب المركز الثالث فريق انذار، نحييهم انذار، وانذار فعلا اسم على مسمى، عطى انذار في البداية، هو الانذار أعطوه في البداية ووجهوا الكلمة لجميع الفرق أنهم متواجدين وممكن أنهم يعني يذهبون بعيدا في البطولة القادمة. مشاركة مميزة، عطاء جميل وظهور مميز من الفريق ككل، نشكر الفريق، نتمنى لهم التوفيق في النسخة القادمة، ونبارك لهم كذلك المركز الثالث والحصول على الجائزة النقدية لصاحب المركز الثالث. طبعا ما زلنا في لحظة استلام ميداليات المركز الثالث، الميداليات البرونزية وكذلك جائزة نقدية تسلم لصاحب المركز الثالث. حضور مميز وظهور ولا أروع في هذه البطولة، نهني فريق انذار على هذا الظهور، تحية كبيرة لفريق انذار، يستاهلون، حيوهم يستاهلون، حيوهم وحي جمهورهم كذلك اللي تواجد في البطولة على يعني مد أيام هذه البطولة وقدم عطاءات كبيرة. التقاط الصورة التذكارية مع صاحب المركز الثالث فريق انذار، وعمل كبير وكبير جداً نشكر عليه بلا شك اللاعبين. شكرا للاعبي فريق انذار. الآن مع صاحب المركز الثاني شرطة الشارقة الذين قدموا مباريات جميلة، نحييهم، نحيي شرطة الشارقة على أدائهم الكبير، وبلا شك قدموا مباريات جميلة. أحمد سيف الزري متواجد، وهناك كذلك أحمد ضياء وجابر محمد يوسف وعبد الكريم جميل ووليد محمد وسيف راشد وماجد سرور وعبد الرحمن طلال اللي أتى من الكويت للمشاركة في هذه البطولة، عمر جمعة ورودريغو هو أفضل لاعب، ومانع سعيد ومحمد عبيد، محمد عبيد أهداف جميلة ومباريات رائعة، يوسف مال الله وكذلك أحمد سعيد. طبعاً الفريق درب عدنان محمد وكذلك كان متواجد معه مديراً للفريق عبيد عبد الرحمن وجابر أسد الأميري وماركو معالجاً. إذن صاحب المركز الثاني
والميداليات بلا شك. الفضية يا سلام على علم الكويت وحب الكويت ودولة الكويت، ودائما علاقات تاريخية وعطاءات كبيرة وامتزاج تاريخي كبير وكبير جدا ما بين دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة. والله لا يغير علينا ويحفظ البلدين وشعبهم ويجعل الكويت بخير وعلى خير وفي كل خير يا رب. طبعا الصورة التذكارية والميداليات بلا شك الفضية يستاهلون. الآن مع الصورة التذكارية لصاحب المركز الثاني، حيوهم شباب شرطة الشارقة، يستاهلون 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 الشكر والتقدير لهم على المشاركة الأولى والحضور المميز وظهور جميل ومميز من خلال هذه البطولة وهذه النسخة. أما الآن مع بطل النسخة الثالثة لبطولة الشارقة الرياضية الرمضانية، فريق معهد الشارقة للسياقة SDI، تحية كبيرة وكبيرة جدا للأبطال سعود الكعبي، محمد عبد الله، وتلس وطاهر حسن، وجابر صفر، وحمدان عبد الله، وعمر عبد الله، وأحمد خلفان، وأوليفيرا، وحبيب غروم، وحسن علي، وجميل منصور، وعسكر عمر عسكر، وهشام صفر، وأخيرا من اللاعبين عمر علي سالمين. فيصل عبد الله ظهر بلا شك في هذه المباراة مديرا، وهناك عبد الله عامر بالحصى إداري، وسالم جميل مدربا، وصبري إسماعيل طبيب، وكذلك فادي محمد كان من ضمن الطاقم الطبي. إذن الصورة الجميلة الآن لظهور الأبطال وحضور الأبطال واسم الأبطال بلا شك معهد الشارقة للسياقة، والحضور على المنصة والتواجد في هذه اللحظة الجميلة بالنسبة لهم بلا شك، الحصول على البطولة والحصول على لقب الهداف والحصول على لقب أفضل لاعب والجائزة المالية الكبرى الذي سيحصلون عليها بلا شك. إذن وكذلك درع هذه البطولة الذي طبعا خصيصا عمل لها البطل، والدرع يحمله فريق واحد حمله في الصغار ريتش تارجت، والآن في الكبار معهد الشارقة للسياقة SDI، وعمل كبير وكبير جدا لهذا الفريق، فريق متكامل، ظهور مميز، واللوحة الأهم وهي الجائزة الكبرى بلا شك ودرع البطولة. الآن طبعاً درع البطولة الزميل خالد الحمادي يتقدم لهم، وكذلك هناك الأخوة في انتظار الدرع وفي انتظار هذه اللحظة وفي انتظار الحصول عليه. وبلا شك الآن الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام يسلم درع البطولة، تحية كبيرة وكبيرة لهم ويستاهلون، وفرحة الأبطال والصورة التذكارية. إذن فرحة كبيرة جدا على المنصة، نهني فريق معهد الشارقة للسياقة على هذا الإنجاز الجميل. وطبعا الصورة التذكارية، وبعدها بإذن الله راح نرجع إلى الجمهور، ما ننسى جمهورنا. إذن البطولة تذهب إلى خزائن معهد الشارقة للسياقة، بطولة الشارقة الرياضية الرمضانية. شكرا بلا شك الفريق البطل المتوج، وكذلك الشكر كبير وكبير جدا وعميق لنادي الشارقة الرياضي على بلا شك توفيره مسرح البطولة.
طبعا كل الشكر والتقدير للشيخ سلطان بن احمد القاسمي رئيس مجلس الشارقه للاعلام على الحضور والتواجد، والشكر كذلك لسعاده محمد خلف مدير عام مؤسسه الشارقه للاعلام، وكذلك سعاده راشد العوبد مدير قناه الشارقه الرياضيه، اذا والشركات الراعيه كذلك التي قدمت جوائز كبيره وكبيره جدا، مجموعه محمد هلال وكذلك الشارقة، جمعية الشارقة التعاونية، وهناك مؤسسة الشارقة للإعلام وعالم القفز وطيران العربية. إذن الفريق المتوج يحتفل ولقة الأبطال. والآن طبعاً سعادة راشد العوبد مدير قناة الشارقة الرياضية يطالب بمضاعفة الجوائز، مضاعفة الجوائز للجمهور بعد قليل. طبعاً ننتقل للزملاء للتغطية الآن، فاصل قصير ونعود بعده للقاءات في أرضية الميدان. إذا كانت تلك مشاهدينا مراسم تتويج البطل فريق اس دي اي بلقب النسخة الثالثة من بطولة الشارقة الرياضية الرمضانية. في هذه اللحظات ينضم إلي الشيخ سلطان بن أحمد رئيس مجلس الشارقة للإعلام. الشيخ نرحب فيك مجددا في هذه البطولة، وسعداء بأن تكون هذه البطولة حظية بهذا الكم من الزخم الإعلامي، بهذا الزخم الجماهيري، سعيدين بأن وصلنا لختام نسخة ثالثة مع تطلعات بنسخة رابعة أقوى بإذن الله. والله إن شاء الله نتمنى النسخة القادمة تكون مثل هذه النسخة وأفضل إن شاء الله. نحن بداية نشكر سمو ولي العهد الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي على دعمه لهذه البطولة التي يعني لولا هذا الدعم لن تصل إلى هذا المستوى. نحن نشكر الفرق المشاركة ونشكر اللجنة المنظمة. هذه البطولة يعني أثبتت أنها بطولة ناجحة، وخاصة بدخول فئة الـ 14 سنة في هذه السنة، أعتقد أنها يعني إضافة مميزة لهذه البطولة، وإن شاء الله نستمر في هذا الشيء بإذن الله. الشيخ أنا المطالبات دائما بزيادة عدد الفرق، زيادة عدد الألعاب، زيادة عدد المشاركين لتصبح تظاهرة رياضية كبيرة، خصوصا أن إمارة الشارقة عودتنا دائما على احتضان كبرى الفعاليات الرياضية. أكيد نحن هذه
الامور كلها ندرسها، يعني احنا بعد نهايه كل بطوله نبدا بحصر الايجابيات والسلبيات بحيث ان نطور من البطوله في السنوات المقبله، وكذلك ندرس من ناحيه استطاعه تحمل هذه البطوله لفرق اكثر او ل يعني فئات اكثر، فهذه كلها ان شاء الله تحت الدراسه، ونخرج ببطوله ايضا متميزه في العام القادم ان شاء الله. شكرا لك الشيخ. اهلا وسهلا. شكرا. كان هذا الشيخ سلطان بن احمد القاسمي رئيس مجلس الشارقه للاعلام، كان حديث جميل جدا عن زياده الالعاب، زياده عدد الفرق، زياده عدد المشاركين في هذه البطوله. نسعى دائما من خلال الرؤيه الثاقبه لمؤسسه الشارقه للاعلام في ان تكون هذه البطوله تظاهره رياضيه تجمع اكبر عدد من الرياضيين.